والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم جلالة الملك أعلن عن افتتاح الحصة الرسمية لرسم السنة القضائية 2022. بداية أسعدني أن أرحب ترحيبا خاصا بالسيد عبد القادر الشتوف العضو المنتخب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته ممثلا للرئيس المنتدب في المجلس الاعلى للسلطه القضائيه. السيد محمد بن ناصر عضو المجلس الاعلى للسلطه القضائيه بصفته ممثلا للسيد الرئيس المنتدب في المجلس الاعلى للسلطه القضائيه. السيد سمير الستاوي بصفته ممثلا لرئيس النيابه العامه. السيد محمد يونسي مدير الموارد البشريه بوزاره العدل بصفته ممثلا للسيد وزير العدل. السيد عامل اقليم الناظور، السيد عامل اقليم دريوش، السادة المسؤولون القضائيون بجميع محاكم الدائرة، السادة المستشارون ونواب الوكيل العام للملك، السادة قضاة ونواب وكلاء الملك، السيد نقيب هيئة المحامين بالناظور، السادة المسؤولون الإداريون جميع محاكم الدائرة، السادة ممثلو العدالة من عدول ونساخ ومفوضين قضائيين وخبراء وتراجمة وموثقين، السادة ممثلو الإعلام والمجتمع المدني، الحضور الكريم، كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له. أرحب بكم جميعا أيما الترحيب، وأشكركم على التفضل بتلبية دعوة الحضور وتشريفكم المتميز لهذه الجلسة الرسمية. بناء على الإبن المولوي السامي جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المستند إلى المنشور رقم 145 الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1399، كما تم تحيينه بتاريخ 11 محرم 1432 الموافق ل 17 ديسمبر 2010، وبناء على إعلان السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد في الجلسة الرسمية المنعقدة للجلسة 26/1/2022 عن افتتاح السنة القضائية بكافة محاكم استئناف المملكة يومي 31/1/2022 و 1/2/2022، تعقيد محكمة استئناف بالناظور يوم 2/2/2022 جلستها الرسمية للإعلان عن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022 بهذه المحكمة والمحاكم التابعة لدائرة نفوذها القضاء. الحضور الكريم، لقد دأبت محكمة النقد وجميع محاكم الاستئناف كل سنة على هذا التقليد الراسخ الذي يتواصل من خلاله القضاء مع جل مكونات العدالة، وينفتح بواسطته على كل الفعاليات ذات صلة بالشأن القضائي والمجتمع المدني والإعلام والمواطنين. حضور كريم، إن الغاية من هذه الجلسة الرسمية هو إطلاع الرأي العام اعتبار العدالة شأناً مجتمعياً. إذن أقول إطلاع الرأي العام على المجهودات المبذولة من طرف قضاة وموظفي محاكم الدائرة القضائية وإبراز حصيلة النشاط القضائي والإداري والتنفيذي والمالي والثقافي، وكذا استعراض التوجهات الاجتهادية الصادرة عن غرف هذه المحكمة الاستئنافية. الحضور الكريم، يشرفني أن أعرض عليكم الآن مردودية النشاط القضائي العام لمختلف محاكم هذه الدائرة القضائية. إذن بالنسبة لنشاط القضائي العام لمجموع محاكم هذه الدائرة، فالقضايا المخلفة من سنة 2020 كانت 17400 قضايا، القضايا المسجلة خلال سنة 2021 62814 قضية، القضايا الرائجة خلال سنة 2021 79818 قضية، القضايا المحكومة خلال سنة 2021 65164 قضية، الباقي بدون حكم خلال سنة 21 14654 قضية، النسبة المئوية للمحكوم من المسجل خلال نفس الفترة 103.74%، والنسبة المئوية للمحكوم من الرائج خلال السنة هو 81.64%. كانت هذه مجموع أو النشاط القضائي العام لجميع المحاكم.
الآن سأعطي يعني إحصاء تفصيلي لكل محكمة على حدة. بالنسبة لمحكمة سينا بالنظم، المخلف من سنة 2020 هو 2435 قضية. القضية المسجلة خلال 21 7430 قضية. القضية الرائجة إلى 2021 9867 قضية. المحكوم خلال سنة 21 7500 قضية. الباقي بدون حكم 2367 قضية. نسبة المئوية للمحكوم من المسجل هو 100.91%. بالنسبة للمئوي المحكوم من الرائج هو 76.1%. بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالنظر، عدد القضايا المخلفة من 2020 هو 12846 قضية. القضية المسجلة 37381 قضية. القضية الرائجة 50227 قضية. القضية المحكومة 29992 قضية. الباقي بدون حكم خلال سنة 21 هو 10235 قضية. النسبة المئوية للمحكوم المسجل خلال سنة 21 هو 106.92%. النسبة المئوية للمحكوم من الرائج هو 79.62%. بالنسبة لغرفة الاستئنافات المحكمة الابتدائية بالنظر، المخلف لسنة 20 هو 463 قضية. المسجل خلال سنة 21 1994 قضية. الرائج خلال سنة 21 2457 قضية. المحكوم خلال سنة 21 1948 قضية. الباقي بدون حكم خلال سنة 21 509 قضايا. النسبة المئوية للمحكوم المسجل هو 97.69%. والنسبة المئوية للمحكوم من الرائج هو 99.28%. بالنسبة لمركز القاضي المقيم بزين تابع للمحكمة الابتدائية بالنظر، المخلف من سنة 2020 120 قضية. المسجل خلال سنة 21 1263 قضية. الرئيس خلال سنة 21 1383 قضية. المحكوم خلال 21 1173 قضية. الباقي بدون حكم 210 قضايا. نسبة المحكوم من المسجل 92.87%. ونسبة المحكوم من الرئيس 84.81%. بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالدروج، المخلف من سنة 2020 1017 قضية. المسجل خلال 21 13058 قضية. الرائج خلال 21 14075 قضية. القضية المحكومة 12935 قضية. الباقي بدون حكم 1140 قضية. معدل أو نسبة المئوية للمحكوم من المسجل 99.5%. ونسبة المئوية للمحكوم من الرائج هي 91.9%. بالنسبة لغرفة الاستئنافات للحكام الابتدائي بالدروش، المخلف من سنة 2024 ملف. المسجل خلال 21 695 ملف. الرائج خلال 21 719 ملف. المحكوم خلال سنة 21 617 ملف. الباقي بدون حكم 102 للملفات. النسبة المئوية للمحكوم من المسجل 88.77%. ونسبة المئوية للرائج من المحكوم هو 85.8%. بالنسبة لمركز القاضي المقيم بالنظر تابع لنفس المحكمة، المخلف من سنة 20 69 ملف. المسجل خلال 21 605 ملفات. الرائج خلال سنة 21 674 ملف. المحكوم خلال سنة 2021 610 ملفات. الباقي بدون حكم 64 ملف. النسبة المئوية للمحكوم من المسجل هو 100.82%. والنسبة المئوية للمحكوم من الرائج هو 90.50%. مركز القاضي المقيم بتمسمان والتابع لنفس المحكمة الابتدائية بالدروج، المخلف من سنة 2030 ملف. المسجل 386 ملف خلال سنة 21. الرائج خلال سنة 21 416 ملف. القضية المحكومة خلال سنة 21 386 ملف. الباقي بدون حكم 27 ملف. النسبة المئوية للمحكوم من المسجل خلال سنة 21 100.77%. ونسبة المحكوم من الرائج خلال نفس السنة 93.50%. إذا باستقراء وضعية النشاط العام للدائرة القضائية لهذه المحكمة برسم سنة 2020 مقارنة مع سنة 2020، يتجلى أن مردودية سنة 21 أفضل بكثير من سنة 20، وذلك رغم استمرار إكراهات جائحة كورونا والخصص الملحوظ في عدد المستشارين والقضاة والموظفين.
وهكذا يتبين أن النسبة المئوية للقضايا المحكومة مقارنة مع القضايا المسجلة مشرفة، وتنم على انخفاض في عدد القضايا المزمنة والبدء في القضاء في باقي القضايا لأقل أجل معقول وفي إطار محاكمة عالية. سيدات والسادة الحضور الكريم، إن هذه النتائج المشرفة التي تم تحقيقها هي ثمرة للمجهودات والدولة والخدمات الجليلة المقدمة من طرف كل مكونات دائرة هذه القضائية لهذه الدائرة. وفي هذا الإطار لا يسعني إلا أن أوجه عبارة التنويه وكلمة الإشادة والتقدير إلى السيد الوكيل العام للملك والسادة المستشارين ونواب الوكيل العام للملك والسادة المسؤولين القضائيين وقضاة الرئاسة والنيابة والمسؤولين الإداريين بالدائرة وجميع الأطر والموظفين العاملين بالمحاكم. حضور كريم، بعد عرض النشاط العام يشرفنا أن أعرض عليكم حصيلة التنفيذ المدني خلال سنة 2021. النشاط العام للتنفيذ المدني هو التالي: هي المجموع العام لجميع محكمة الابتدائي بالناظور ومركز القاضي المحكم التابع لها وابتدائي الجيوش والمراكز التابعة لها. إذا بالنسبة للمجموع العام المخلف من عدد الملفات غير المنفذة عن سنة 2021 هناك 2063 ملف، المسجل عن سنة 2021 6358 ملفا تنفيذيا، الرائج خلال سنة 2021 8421 ملفا تنفيذيا، المنفذ برصد سنة 2021 6258 ملفا تنفيذيا. نسبة الملفات المنفذة من المسجل 98.42%، نسبة الملفات المنفذة من الرائج 74.31%. الآن سأفصل كل محكمة على حدة. بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالنظر، عدد الملفات المخلفة من 2020 1630 ملف تنفيذي، المسجل خلال سنة 2021 4948 84 عفوا ملف تنفيذي، الرائج 6614 ملف تنفيذي، المنفذ خلال سنة 2021 5076 ملف تنفيذي، الباقي بدون تنفيذ خلال نفس السنة 1538 ملف تنفيذي. نسبة الملفات المنفذة من المسجل 101.85%، نسبة الملفات المنفذة من الرائجة 76.75%. بالنسبة للمركز القاضي المقيم لزيو التابع لمحكمة الابتدائية بالناظور، مخلف من الملفات التنفيذية خلال سنة 2020 هو 114 ملف، المسجل خلال سنة 2021 423 ملف، الرائج خلال سنة 2021 537 ملف، المنفذ من الملفات برسم 2021 431 ملف، الباقي من الملفات غير المنفذة سنة 2021 106 ملفات، نسبة الملفات المنفذة من المسجل 101.83%، ونسبة الملفات المنفذة من الرائج 80.26%. بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالجيوش، المخلف من الملفات التنفيذية عن سنة 2020 183 ملف، المسجل خلال سنة 2021 903 ملف، الرائج سنة 2021 1086 ملف، المنفذ خلال سنة 2021 704 ملفات تنفيذية، الباقي من الملفات المنفذة برسم سنة 2021 382 ملف، نسبة الملفات المنفذة من المسجل 77.96%، ونسبة الملفات المنفذة من الرائج 64.83%. بالنسبة للقاضي المقيم بمضار، مخلف من سنة 2077 ملف، المسجل 2136 ملف، الرائج سنة 2021 113 ملف، المنفذ سنة 2021 27 ملف، الباقي بدون تنفيذ 86 ملف، نسبة المنفذ من المسجل 75%، ونسبة الملفات المنفذة من الرائجة 23.83%. المركز القاضي المقيم تمسمان، المخلف من سنة 2059 ملف تنفيذي، المسجل خلال سنة 2021 12 ملف تنفيذي، الرائج خلال سنة 2021 71 ملف تنفيذي، المنفذ برسم سنة 2021 20 ملف تنفيذي، الباقي من الملفات غير المنفذة سنة 2021 51 ملف. نسبة الملفات المنفذة من المسجل 166.66%، ونسبة الملفات المنفذة من الرائجة 28.17%. إذا باستقراء إحصائيات التنفيذ المدني يتبين أن مجهودات كبيرة بذلت في هذا الشأن، وتضحى النتائج مشرفة ومحمودة، ونطمح إلى تحقيق نتائج أفضل خلال السنة الحالية إن شاء الله. أما فيما يتعلق بمردودية وحدات التبليغ والتحصيل السجلي، فقد عرفت ارتفاعا في المبالغ المستخلصة مقارنة مع سنة 2020، وذلك بالنسبة لجميع محاكم الدائرة. وفي هذا السياق
اتوجه بالشرط اللي وقفي مختلف وحدات التبليغ والتحسين السجني على مجهودات الدوله رغم الخصائص الحاد في النمو البشري، وكذا رغم استمرار ظروف كراهات الجائحه كما لا تفوتني الفرصه في هذا السياق للتنويه بالمساهمه الفعاله للسلطه المحليه والدرك الملكي والامن الوطني لهذه الدائره. حضور كريم، بعد تقديم مردودية النشاط القضائي والمالي والتنفيذي لمحاكم الدائرة، أستعرض عليكم بعض إنجازات محاكم الدائرة خلال السنة الماضية. لقد تم خلال السنة الماضية الاستغناء بمجموع محاكم الدائرة عن جميع السجلات الورقية واعتماد السجلات الرقمية والتطبيقات المعلوماتية ورقمنة إجراءات تصريف الأعمال يوميا للسادة القضاة والسادة الموظفين. تم احتلال محاكم الدائرة بفضل مسؤوليها القضائيين والإداريين المراتب الأولى وطنيا وذلك على مستوى تضمين الملفات وتحيينها رقميا. تم الشروع كذلك في نسخ القرارات بواسطة الماسح الضوئي وذلك بهدف تسليمها مستقبلا مباشرة من المكاتب الأمامية. كذلك تم الشروع في نقل الأرشيف القديم الخاص بمحكمة الاستئناف الموجود بقسم قضاء الأسرة إلى المركز الجهوي للحفظ. أما على مستوى التواصل، لقد اعتمدت محاكم هذه الدائرة سياسة الانفتاح والتواصل مع المحيط الداخلي والخارجي، وفي هذا السياق لقد تم عقد اجتماعات مع السادة المستشارين والقضاة في إطار تحسيس بانخراط في إنجاح عملية الرفع من النجاعة القضائية وتجويد العمل القضائي. كما تم عقد اجتماعات تروم تذليل الصعوبات والإكراهات المتعلقة بسير العمل مع السيد نقيب هيئة المحامين بالناظور، والذي أتوجه إليه بالشكر الجزيل على علاقته المتميزة مع قطاع العدل، كما أشيد من خلاله بجميع أعضاء مجلس هيئة المحامين بالناظور والسادة المحامين على روح التعاون وحسن أداء رسالة المحاماة النبيلة. كما تم عقد اجتماعات مع السادة المفوضين القضائيين لمعالجة صعوبات التبليغ والتنفيذ، ونتوجه إليهم بعبارة الامتنان على انخراطهم الجدي والمسؤول في تحقيق النجاعة القضائية. وللإشارة، فإنه قد تم عقد اجتماعات مع السادة الخبراء لتذكيرهم بالتسريع بالقيام بمهامهم داخل الأجل المحدد لهم باعتبارهم فاعلين أساسيين في تجهيز الملفات في أقرب الأجل، وتبع لذلك المساهمة في ضمان تحقيق النجاعة القضائية. أما على مستوى التكوين، فكما لا يخفى عليكم أن التكوين يعد دعامة أساسية للرفع من تأهيل المورد البشري وتفعيل لهذا المدى، فقد عرفت هذه الدائرة القضائية انعقاد مجموعة من الدورات التكوينية طالت مواضيع ذات أهمية تطبيقية وعملية. فيما يتعلق بالتكوين المستمر للسادة القضاة، فقد تم سنة 2020 إعداد برنامج تضمن مواضيع لها ارتباط بالمجال العملي وإشكالات ونقاط خلافية الهدف منها توحيد العمل القضائي والاجتهاد القضائي بهذه الدائرة، خدمة لتحسين العدالة وتحقيق النجاعة القضائية والأمن القضائي. ولقد تم تسطير 12 موضوعا ونريدك امثله منها، مثلا حجه التحفيظ في مواجهه الخلل الخاص، تاثير القوانين الاستثنائيه على العلاقات التعاقديه نموذج قانون الطوارئ، بدائل العقاب في التشريع الجنائي، المشكلات الاجرائيه والموضوعيه في دعاوى التعويض عن التحفيظ التلبيسي، دعوى طرد الاحتلال بدون سند وحمايه الحقوق العينيه والشخصيه، انقضاء الكلاء وفق القانون 1649 واثاره على الطرفين. أما فيما يتعلق بالتكوين المستمر للسادة موظفي كتابه، فقد عرفت هذه الدائرة تسطير 20 موضوعا نريد منها على سبيل المثال تقنية تحرير محاضر الجلسات، دور النيابة العامة في القضايا المدنية، حقوق وواجبات الموظف العمومي، طرق التحصيل في الميدان السجلي، تدبير الطعون القضائية في المادتين الجنائية والمدنية، إشكالية التبليغ إلى آخره. حضور كريم، هذا استعراض مجموعة من إنجازات محاكم الدائرة، أود أن أقدم بين يديكم برنامج عمل المحكمة الدائرة خلال سنة 2021. لقد تم وضع استراتيجية عمل استشرافية لرسم السنة القضائية 2022، وتنصب أولويات خارطة الطريق على إلاء عناية خاصة للرفع من نجاعة الأداء القضائي عبر حكمة جيدة ورشيدة، وذلك من خلال التركيز على ما يلي: تجويد الخدمات القضائية المقدمة من طرف جميع المحاكم، تبسيط المساطر وتسهيل ولوج المرتفقين إلى فضاء المحاكم، تسريع وتيرة معالجة القضايا والقضاء المزمن منها وتجهيزها والبت فيها داخل الأجل الافتراضي الخاصة بطبيعة القضايا من حيث بساطتها وتعقيدها، تسريع وتيرة التنفيذ المدني وتصفية الملفات التنفيذية داخل الأجل القانونية،
إلى عناية فائقة لتسمية القضايا المعتقلين والبدء فيها في أقرب الأجال في إطار سياسة ترشيد الاعتقال الاحتياطي. كذلك إلى المرتفقين والضحايا والشهود عناية خاصة والاهتمام بهم وحفظ كرامتهم وحسن معاملتهم. الحرص على توحيد العمل القضائي لمحاكم الدائرة وتجنب التناقض بخصوص النوازل المتشابهة تعزيزا لمفهوم الأمن القضائي وتحقيق اتقان وأمن متقاضي في العمل القضائي. الرفع من وتيرة التبليغ والتنفيذ الزجري وتحقيق نتائج تصاعدية فيما يتعلق بتحسين الغرامات وقطع تقادم الأحكام الجنائية. كذلك بين إنجازات مشروع تصفير القرارات آليا ومحليا بالنسبة لمحكمة الاستئناف. الرفع من عمل التسفير بالنسبة لباقي المحاكم. واستعمال كل الآليات لتجاوز إكراه التبليغ. وتكثيف الأنشطة الثقافية والحقوقية بمشاركة مساعد القضاء وكل المعنيين بالحق الحقوقي والقانوني. إعادة هيكلة وتصميم مكاتب السجلات العدلية. نهج سياسة الباب المفتوح وذلك بالحرص على تسهيل الولوج للمحاكم واستقبال المشتكين في جميع الأوقات بهدف الاستماع إليه إلى تظلماتهم وطلباتهم. حضور كريم. بعد عرض برنامج المحاكم خلال سنة 2022 أقدم لكم بعض اجتهادات هذه المحكمة المطابقة لتوجهات المحكمة الأمة. كما لا يخفى عليكم أن العمل القضائي إنتاج فكري واجتهادي ولا يمكن وصوله مرحلة النضج وتكريس الأمن القضائي وتعزيز ثقة المتقاضي فيه إلا بمواكبة السادة القضاة للمستجدين التوجهات الاجتهادية لمحكمة النقد. وفي هذا السياق أعرض عليكم بعض القرارات الصادرة عن هذه المحكمة والمطابقة لتوجهات محكمة النقد. بالنسبة لمؤسسة الرئيس، لقد اعتبر الرئيس الأول في أمر عدد رقم 23 الصادر بتاريخ 22/6/2021 في الميل 19/1120/2021 قد اعتبر أنه ليس في مقتضيات قانون مهنة المحامي ما يخول للنقيب تحديد مستحقات المحامي في مواجهة زميل له تولى تسيير مكتبه خلال فترة توقفه عن العمل لمدة معينة مما يبقى معه ما حدده السيد النقي من أتعاب محامي لا يستند عليه أساس من القانون. ولقد سير الرئيس الأول في أمره هذا قرار محكمة النقد عدد 401 الصادر بتاريخ 16/2020 في الملف المدني رقم 7715/1/2018. غرفة الأحوال الشخصية، اعتبرت الغرفة في قرارها رقم 326 بتاريخ 7/7/2021 ملف 182/1620/21 غير تبين للمحكمة بناء على وثائق الملف وما راجع أمامه بجلسة البحث أن تقدير المحكمة الابتدائية لنفقات الابنين وأجرة سكنهما لم يراعى في ظروف الملزم بالنفقة الذي يشتغل في أجر ضعيف وليس له أملاك ظاهرة وأن تقدير النفقة لا يجب أن يكون في مضار الوالي مما قررت معه المحكمة تعديل الحكم وذلك بجنافة الابنين محددة في 52 درهم شهريا كل واحد منهما. ويتبين أن غرفة الأحوال الشخصية قد سيرت في قضائها قرار محكمة النقد عدد 415/2 المؤرخ في 20/10/2020 في الملف الشرعي عدد 334/2019. بالنسبة للغرفة العقارية، لقد اعتبرت الغرفة العقارية في قرارها عدد 397 الصادر بتاريخ 29/12/2021 في الملف العقاري عدد 237/1401/2019 اعتبرت وجوب إعمال مضمون عقد التسليم وإعادة قسمة العقار المدعى فيه وفق ثلاث حصص بخلاف الحكم المطعون في الاستئناف الذي أجرى القسمة وفق 4 حصص. ولقد سيرت الغرفة قرار محكمة النقد عدد رقم 177/4 الصادر بتاريخ 26/3/2019 في الملف المدني عدد 7484/1/4/18. واعتبرت الغرفة في قرارها رقم 262 الصادر بتاريخ 28/7/2021 في الملف العقاري عدد 140/1401/2021 اعتبرت ما يلي: يتحمل البائع التزامين اساسيين الالتزام بتسليم المبيع والالتزام بضمانه طبق الفصل 495 قانون التزامات العقود وان المشتري يكتسب قوه القانون ملكيه الشيء المبيع بمجرد تمام العقد وفق الفصل 495 قانون التزامات العقود ولا يمكن للبائع تحمل التزامه مجرد التضرع انه غير ملزم بضمان المبيع من كل عين.
ولقد سيرت غرفة في هذا الصدد قرار محكمة النقد على 114/7 الصادر بتاريخ 29/9/2020 في الملف المدني 3381/1/19. بالنسبة للغرفة الاجتماعية، قررت الغرفة الاجتماعية في قرارها 52 بتاريخ 22/4/2021 في الملف 93521 اعتبرت أن قرار شركة تأديب القاضي بتنقيل الأجن إلى مدينة الرباط دون مراعاة سكنها في مدينة الناظور، ورغم توفر الشركة على 5 وكالات في مدينة الناظور وأخرى بالدريوش ومضار وبن طيب وقرسي وتوريث وبركان وجدة، وهي مناطق أقرب إلى سكن الأجين يكون قد تعسف في نقله. ولقد سيرت غرفة في الصدد قرارات محكمة النقد 2048/1 بتاريخ 24/12/2019 في الملف الاجتماعي عدد 2826/5/1/18. واعتبرت نفس الغرفة في قرارها رقم 100 بتاريخ 24/6/21 في الملف رقم 90/1521 ما يلي: إن المغادرة التلقائية للعمل كواقعة مادية تقبل الإثبات بما فيها شهادة الشهود وأن الثابت من شهادة الشاهد أن الأجين لم يطرد، إنما غادر العمل تلقائيا بعد اختلاس أموال المشغلين حيث طلب الشاهد من الأجين الرجوع للعمل لكنه رفض. ولقد سيرت غرفة قرار محكمة النقد عدد 1529/1 المؤرخ ب 29/10/2019 في الملف الاجتماعي عدد 2412/5/1/18. بالنسبة للغرفة الجناية الاستئنافية، اعتمدت الغرفة في قرار 188 بتاريخ 8/4/2021 في الملف 478/2611/19 مبدأ تساند الأدلة في الميدان الجنائي الذي يقتضي الإحاطة بجميع وسائل إثبات الإدانة أو البراءة المتوفرة في النازلة، والتي يجب أن تكون في مجموعة واحدة وحدة واحدة تكمل بعضها البعض ويؤدي في النهاية إلى نتيجة القرار الجنائي الصادر في القضية بالإدانة أو البراءة. ولقد سيرت غرف في هذا السياق قرار محكمة النقد 721/5 بتاريخ 15/5/19 في الملف الجنائي 14433/5/18. أيها السيدات والسادة، إن كل ما بسطناه من إحصائيات ومردودية وحصيلة وإنجازات وبرنامج استشرافي يعد نواة صلبة وأرضية متينة تمكننا من تحقيق طموح أعلى ومكاسب أرقى وأمل ارتقاء للأداء القضائي والخدماتي بكافة محاكم الدائرة خلال سنة 2022. إن النتائج المشرفة التي تم تحقيقها خلال السنة الماضية يتمر العمل الجبار الذي بذل كل فاعلين في الشأن القضائي بهذه الدائرة وفي هذا السياق لا يسعني إلا أن أوجه بعبارة الشكر والثناء والامتنان للسيد الوكيل العام للملك على روح التعاون والتواصل، وإلى السادة المسؤولين القضائيين على تقنياتهم الجسام وإشرافهم الجدي والمسؤول وتأطيرهم الجيد، وإلى جميع السادة المستشارين والنواب الوكيل السيد العام للملك وجميع قضاة الدائرة رئاسة والنيابة على ما يتحلون به من روح المسؤولية والمهنية العالية والحرص على تقديم منتوج قضائي جيد. كما أشيد بالسادة رؤساء مصالح كتاب الضبط والسيد المدير الفرعي الإقليمي ومدير مركز الحفظ الجهوي وجميع أطر وموظفي الدائرة القضائية رئاسة والنيابة على الجهودات والتضحيات التي يقومون بها في معالجة وتصفية القضايا بكل تفاني وإخلاص. ولا تفوتني فرصة تقديم عبارة الشكر والثناء للسيد النقيب ومن خلالها الدفاع بالنظور على علاقاته المتميزة مع قطاع العدل وعلى روح التعاون والتواصل الدائم والمستمر ودورهم الرئيسي في تحقيق النجاح القضائي. واغتنم هذه المناسبة للتوجيه كامل الامتنان والتقدير لجميع مساعدي القضاء من مفوضين قضائيين وخبراء وتراجمة ومنطقين وعدول ونساخ على مدى انخراطهم الجدي والمسؤول والفعال في الارتقاء بالأداء القضائي لمحاكم الدائرة وبالتالي تحقيق النجاح القضائي المطلوب. كما أتوجه بالشكر للسيد المدير الفرعي واللجنة التنظيمية على ما بذلوا من جهود لتوفير جميع الوسائل اللوجستية لنجاح هذه الجلسة. وخير ما أختم به هذه الكلمة عن دور القاضي وما هو منتظر منه قول صاحب الجلالة منصور بعينة الله رئيس المجلس أعلى السلطة القضائية الوالد في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكاديمية يوم الأربعاء 29 يناير 2003 النطق الملكي: والله نسأل أن يعينكم معشر القضاة على إقامة العدل بكل ما يتطلب من استقلال واستقامة وكفاية واجتهاد وحماية لأمن وسلامة وحرمة المواطنين وكيان الأمة والدولة من كل عمل إجرامي أو إرهابي، فتلك سبيلكم إلى استحقاق شرف النيابة عن جلالتنا في تحمل مسؤولية القضاء
التي نناشدكم أن تتقوا الله في جزمة أمانتكم، وذلك طريقكم لترسيخ ثقة المتقاضين والمصالحة مع القضاء وإشاعة العلم الذي جعلناه قوام مذهبنا في الأمة وغاية وعماد ما ننشده لشعبنا الحر الأمين من تطور ديمقراطي وتماسك اجتماعي وتقدم اقتصادي وتهنئ الملكي. وفي الأخير أتمنى أن تكون أسرة العدالة بهذه الدائرة القضائية من حسن ظن القاضي الأول صاحب الجلالة محمد السادس دام له العز والتمكين. إنه سميع المجيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحيل الكلمة للسيد الوكيل العام للملك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس الأول، السادة المستشارين، السيد عبد اللطيف شندوف العضو المنتخب بمجلس أعلى السلطة القضائية، بصفته الممثل للسيد الرئيس المنتخب بمجلس أعلى السلطة القضائية، السيد محمد ناصر عضو مجلس أعلى السلطة القضائية بصفته الممثل للسيد الرئيس المنتخب بمجلس أعلى السلطة القضائية، السيد سمير السداوي بصفته ممثل للسيد رئيس النيابة العامة، السيد مدير الموارد البشرية بوزارة العدل بصفته ممثل للسيد وزير العدل، السيد ممثل عام الإقليم مابوه، السيد ممثل عام الإقليم مابوش، السادة المسؤولون القضائيون، السيد نقيب هيئة المحامين بالمابور، السادة المسؤولون الإداريون، السادة قضاة ونواب وكلمة بالمحاكم الأدلية، السادة ممثل مساعد العدالة، السادة أيها الحضور الكريم. نرحب بكم في هذه الجلسة الرسمية التي تعقدها هذه المحكمة بالغة الرحيم، ونشكركم على حضوركم مراسم هذه الجلسة الرسمية التي تنعقد هذه السنة في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم ولم يسلم منها بلدنا، وقد أثرت على سير العمل في المرافق العمومية والمحاكم، عرفت نفس المآل بحيث أصبح العمل في هذه المؤسسات مرتبط باحترام الإجراءات الصحية التي تقف أحيانا حائلا دون سير الجلسات بشكل طبيعي لأسباب تقنية، وتربك العمل الإداري الذي يصعب القيام به في ظل هذه الظروف، بحيث يصعب التوفيق بينه وبين الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطة العمومية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء ويكفينا شر هذا الوباء، ورغم كل هذا فإن التواصل يتجدد اليوم بين مكونات المجتمع، بين مكونات المجتمع والهيئة القضائية لأخذ فكرة عن نشاط المحاكم بالدائرة القضائية لمحكمة استئناف المعروض والاطلاع على نتائجها، سواء على إنتاجها، سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة. ونحن نرحب بكم مرة أخرى لمشاركتكم لنا مراسم افتتاح السنة القضائية 2022 التي أعلن عنها السيد الرئيس الأول لدى محكمة النقد يوم 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق ليوم 26/1/2022 بناء على إذن من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. النيابة العامة اليوم بعد استقلالها عن السلطة التنفيذية عرفت تطورا بارزا ومتميزا، بحيث أصبحت مجندة لخدمة المجتمع بكل مكوناته، ولهذا الغرض فقد تلقت النيابة العامة بالمملكة عدة دوريات صادرة عن السيد رئيس النيابة العامة، تناولت عدة مواضيع كلها تصب في خانة واحدة وهي خدمة المجتمع التي تمثله. وهكذا فقد أصدر السيد رئيس النيابة العامة السابق والحالي ما يزيد عن 50 دورية سنة 2021، منها ما يتعلق بتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان
وتدخل إيجابي النيابة العامة لتفعيل الحماية الاجتماعية في عدة مجالات كالشغل مثلاً، وتصدير الجرائم الخطيرة، وتفعيل دور المسؤولين القضائيين في التأطير والمراقبة إلى غير ذلك. ونظمت رئاسة النيابة العامة عدة دورات تكوينية عن بعد، وكانت آخرها حول تقنية الاستقبال التي تعبر عن كيفية استقبال المرتفقين بالنيابة العامة، لأن حسن الاستقبال يؤدي إلى إلصاء وتعزيز الثقة بين المرتفق والإدارة. ورئاسة النيابة العامة تولي أهمية خاصة بالنسبة للمرتفقين من خلال استقبالهم في ظروف جيدة تضمن حسن الاستماع والتوجيه وتقديم الخدمة المطلوبة منها، لإعطاء صورة راقية عن مرافق النيابة العامة، كما أنها لا تدخر جهدا للرفع من جودة الخدمات وتحسيسها وجعلها في المستوى الطموح تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا السبيل. قال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة 14 أكتوبر 2016: إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقبال مرور بالتواصل إلى معالجة الملفات والوثائق، بحيث أصبحت ترتبط في ذهني بمسار المحارب. فمن غير المعقول أن يتحمل المواطن تعب وتكاليف التنقل إلى أي إدارة، سواء كانت قنصلية أو عمالة أو جماعة ترابية أو مندوبية جهوية، وخاصة إذا كان يسكن بعيد عنها ولا يجد من يستقبله أو من يقضي غرضه. انتهى نقل الملك السابق. جميع الدوريات والدورات التكوينية تصب كلها في خانة ضبط عمل النيابة العامة والسير بها نحو الوجهة الصحيحة. أيها الحضور الكريم، إن محكمة الاستئناف تعقد اليوم هذه الجلسة الرسمية لتمتين العلاقة بينها وبين مكونات المجتمع، ومدها بكل المعلومات التي تهم نشاطها واطلاعها على إنتاجها وإشراكها في تقييم وإشراكها في تقييم حصيلة العمل السنوية. حصيلة العمل السنوية بها يتأتى لها لمس نتائج عملها عن قرب لإبداء ملاحظاتها عبر المهتمين بالشأن القضائي، حتى تتلافى ما يمكن تلافيه لإعادة الثقة في القضاء إلى نفوس المواطنين. فالنيابة العامة بهذه المحكمة أخذت على عاتقها السير لمرفق النيابة العامة إلى الأفضل، نيابة عامة نزيهة ومستقيمة تنصف المظلومين وتضرب على يد الظالمين. ونحن بعون الله حريصون على أن تبقى سمعة القضاء بهذه المحكمة طيبة لا تنجرف مع تيار الظلم والفساد، لأن النزاهة والاستقامة والنجاعة القضائية هما محوران أساسيان في إصلاح منظومة العدالة، وبدونها لا داعي للخوض في موضوع إصلاح القضاء. وقد أكد جلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ في عدة مناسبات، وفي الخطاب السامي بمناسبة عيد العاشر المجيد بتاريخ 3/7/2016 يقول جلالة الملك: كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله في الانتخابات والإدارة والقضاء وغيرها، وعدم القيام بالواجب هو نوع من أنواع الفساد، والفساد ليس قدر محتوم، ولم يكن يوما من طبع المغاربة غير أنه تم تمييع استعمال فهم الفساد حتى أصبح وكأنه شيء عادي في المجتمع. وقد أشار السيد الرئيس الأول لدى محكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد وكيل عام الملك رئيس النيابة العامة في كلمتهما بمناسبة افتتاح السنة القضائية، إلى مدونة أخلاقيات قضائية التي جاءت بعدة مبادئ ملؤها الاستقامة والنزاهة والتجرد والحيادة، لا بد للقضاء أن يستقر عليها، ولا محيد للقاضي من التقيد بها في ممارسة مهمته واستحضارها في مسيرته المهنية عند البدء في قضايا المواطنين. وفي هذه المناسبة لا يفوتني أن أعرض عليكم نشاط النيابة العامة والآلية التي اعتمدتها حتى يتأتى لها حسن سير العدالة من خلال تصريف قضايا المواطنين بما يلزم من سرعة وفعالية واحترام للقانون، إذ أن منهجية الأشغال التي اعتمدناها قائمة على التفاعل الإيجابي مع شكايات وقضايا المرتفقين، وهو ما يلقى الاستحسان لدى عموم الوافدين على المحكمة من خلال ما يلمسونه من اهتمام وعناية بمعالجة قضاياهم
وكذا تحفيز عمل الضابط القضائي ومراقبته لما يخدم الفعالية والنجاعة المطلوبة، جاعلين من تتبعنا الشخصي ومواكبتنا المستمرة لعمل أطور وقضاتية العامة وعمل الضابط القضائية على السواء واقعا ملموسا له كبير الأثر على السرعة والنجاعة التي تتم بها معالجة شكايات المواطنين وإعطائها ما يلزم من عناية واهتمام. أيها الحضور الكريم، لقد وفقنا الله بفضل تضافر الجهود للرحب من مردودية وجودة الخدمات القضائية والإدارية التي تقدمها هذه النيابة العامة لمرتفقيها الذين يحصلون عليها بمجرد طلبها ودون متأخير، مما جعلها تحافظ على ريادتها في تصنيف النيابة العامة التي تحترم أجل إنجاز الشكايات والمحاضر بنسبة إنجاز 100%. مما لا شك فيه، وقد واجهت العدالة في بلادنا في ظل جائحة كورونا إكراهات متعددة على مستوى تأدية مهامها وتقديم الخدمات القضائية، وكان علينا جميعا أن نحشد كامل طاقتنا ونبذل المزيد من الجهود لتجاوز كل أسباب التعثر والبحث عن الحلول المناسبة والمبتكرة، وأيضا استحضار الحماية والسلامة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير وقائية. وفي سياق هذه الظروف، حافظت هذه النيابة العامة على نفس وتيرة عملها وبقيت مجندة لإعطاء التعليمات والتوجيهات المناسبة للضابط القضائي والسهر طبقا للقانون على تنفيذ مقاصد السياسة الجنائية ببلادنا، في مقدمتها حماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع. ولقد حرصنا تبعا لكل مرحلة على حدة من مراحل حالة الطوارئ ببلادنا على تأمين الخدمات الضرورية التي يستوجبها ضمان استمرارية عمل النيابة العامة وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين ووضع رهن إشارتهم قنوات للاتصال عن بعد لتقديم شكاياتهم والحصول على أي معلومات أو إرشادات لمعرفة مآل القضايا المعروضة على المحكمة، وكذا معالجة محاضر الضابط القضائي وإعطاء التعليمات اليومية المناسبة، بالإضافة إلى الحرص على تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة التي أتى بها المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية والعمل على تنزيل فحوى جميع الدوريات والمناشر الواردة علينا من الغاية. لقد آلينا على أنفسنا مضاعفة الجهود بغية تجويد عمل النيابة العامة قضاء وإدارة، وحتى يتأتى لنا بلوغ نتائج مرجوة، وقد حرصنا على حسن تأطير السادة قضاة النيابة العامة والموظفين، وكذا إعطاء ضباط الشرطة القضائية التوجيهات التي من شأنها الارتقاء بعملهم. غايتنا في ذلك السير بمرفق القضاء في هذه الدائرة إلى الأفضل، والعمل على إرساء قواعد قضاء نزيه ومستقيم، حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك وكل الوافدين على هذه المحكمة لاستيفاء حقوقهم. وفيما يلي إحصائيات نشاط النيابة العامة في الدائرة القضائية لهذه المحكمة: محكمة استئناف، المحكمة الابتدائية بالمارون، المحكمة الابتدائية ببيوش. ولا داعي لسرد جميع المعطيات، وإنما أكتفي بالنسبة المئوية فقط ربحا للوقت. بالنسبة لمحكمة استئناف بالمارون، المحاضر الكربوسية 100%، المحاضر العادية 99%، الشكايات العادية 98%، شكايات المعتقلين 98%، شكايات العنف ضد الأطفال 100%، شكايات العنف ضد النساء 100%، شكايات محاضر العنف ضد الأطفال 100%، محاضر العنف ضد النساء 100%، شكايات ضد من لهم صفة امتياز قضائي 100%، شكايات ضد المحامين 99%، شكايات ضد العدول 91%، شكايات ضد الخبراء 100%. شكاية ضد المفوضين القضائيين 100%، شكاية ضد الموثقين 100%، القضايا الزوجية المحالة على محكمة النقد 100%، العفو والإفراج مقيد بشروط 86%، مراسلة وزارية 100%، مراسلة مع رئاسة النيابة العامة 100%، الانتدابات الوطنية الواردة 100%، الانتدابات المدنية الدولية 100%، المجموع 99%. بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالمرور، أكتفي بسرد النسبة المئوية فقط.
شكايات عادية 84.6%، شكايات إهمال أسرة 89.70%، شكاية معتقلين 85.36%، شكاية شيك بدون رصيد 99.74%، شكاية ضد المحامين 83.33%، شكاية ضد العدول 66.66%، شكاية ضد الخبراء 91.42%، شكاية ضد الوفود القضائيين 60%، شكاية ضد الموثقين صفر، لأنه لم تسجل أي شكاية ضد الموثقين. شكاية عنف ضد الأطفال 82.64%، شكاية عنف ضد النساء 86.41%، المحاضر العادية 99.75%، محاضر المحاضر التدبوسية 99.58%، محاضر عنف ضد الأطفال 98.63%، محاضر عنف ضد النساء 96.70%، وأكتفي بهذا القدر وأقول بأن النسبة المئوية للمحكمة الابتدائية في إنجاز نشاطها وهو 95.69%. المحكمة الابتدائية بالدرج سأكتفي كذلك بسرد النسبة المئوية فقط. المحاضر التدبوسية 96%، الشكاية العادية 82%، المحاضر العادية 97%، شكاية المعتقلين 84%، شكاية عنف ضد الأطفال 90%، شكاية عنف ضد النساء 60%، محاضر عنف ضد الأطفال 90%، محاضر عنف ضد النساء 93%، شكاية ضد المحامين ليس لديهم شكاية، شكاية ضد الامتياز القضائي ليس لديهم شكاية، شكاية ضد العدول 100%، شكاية ضد الخبراء 100%، شكاية ضد المفوض القضائيين 100%، شكاية ضد الموثقين صفر، شكاية ضد شكاية تنفيذ عقوبة الحبسية 100%، قضايا متعلقة بالنقد 100% إلى آخره، والنسبة المئوية لإنجاز نشاطها في إنجاز نشاطها هو 97%. أيها الحضور الكريم، نتمنى بعون الله وتوفيقه أن تكون السنة القضائية الجديدة سنة يمن وخير وبركة، وأن يكلل فيها عمل السادة القضاة والموظفين الرئاسة والنيابة بالنجاح في مواجهة الإكراهات الناتجة عن تفشيها الوباء، والتي تحول دون تصريف القضايا في وقت مناسب وأداء الخدمات المنوط بهم بالجودة المطلوبة وبعزيمة أقوى، حتى يدرك الجميع أن شعار القضاء في خدمة المواطن شعار حقيقي لا شعار زائف مكتوب على لوحات معلقة في بهو المحكمة وفي قاعات الجلسات لتسجيل جدرانها. وقد احتفظنا بنفس برنامج السنة القضائية 2021 لهذه السنة إن شاء الله تعالى، وهو على الشكل التالي: أولاً، العمل على تقليص أجلات إنجاز محاضر الشكايات حتى لا يتعدى أجل إنجاز الشكايات 15 يوماً من يوم تسجيلها إلى يوم إعطائها الاتجاه القانوني المناسب، وإنجاز محاضر خلال 10 أيام وإعطائها الاتجاه القانوني داخل 24 ساعة. ثانيا، تتبع المضابط القضائية بعقد اجتماعات مع ضباط الشرطة والضرب الملكي بصفة دورية، وتكثيف التواصل معهم وحثهم على إنجاز ما هو مطلوب منهم في الوقت المناسب والعمل بوتيرة قصر. ثالثا، العمل على تقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين على ذمة التحقيق لتفعيل مسار التجنيح والإحالة المباشرة على غرفة الجنايات على غرار السنة القضائية المنصرمة. رابعا، إيجاد حلول لبعض الإشكاليات المطروحة التي من شأنها عرقلة تجهيز الملفات. خامسا، توفير إمكانية لإيواء السجناء المقرر إيداعهم لمستشفيات أمراض عقلية بهذه المستشفيات. سادسا، السهر على تجهيز ملفات مزمنة لمختلف الشعب في الميدان الزجري، وذلك بتبليغ الاستدعاءات عن طريق الضابط القضائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، سيرا على ما قمنا به خلال السنة القضائية المنصرمة. وفي الأخير، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى السيد الرئيس الأول
المتشبع بروح التعاون والانسجام مع النيابة العامة. وقد ساد ذلك معاً، وقد ساد ذلك معاً، وأتوجه بالشكر إلى السادة المستشارين على المجهودات التي بذلوها خلال السنة القضائية المصرية، رغم الظروف الاستثنائية التي ما زالت تعيشها بلادنا، وقد أخلت هذه المجهودات الحمد لله إلى الإنتاج الجيد الذي عرض السيد الرئيس الأول قبل قليل. كما أنوه بالسادة القضائية للعمل الاستئنافية بدوره التنويه مستحقا على الأداء الجيد والمساهمة الفعالة في الرفع من مستوى نشاط النيابة العامة، وقد بذلوا ما في وسعهم لإنجاز أشغالهم في الوقت المناسب من قبيل دراسة محاضر الشكايات وإعطائها الاتجاه القانوني السليم وتحرير الملتمسات والمنكرات والقيام بإجراءات إدارية وتصفية المحاضر المزمنة للانتقال إلى مصالح الشرطة والدرك بصفة دورية لحثهم على إنجاز ما هو مطلوب منهم دون تأخير، ويستحقون على ذلك عن جدارة الإشادة والتنويه. الشكر والامتنان موصولني كذلك إلى جميع عناصر الشرطة وعلى رأسهم السيد رئيس المنطقة الأمنية وجميع أفراد الدرك الملكي وعلى رأسهم السيد العقيد الجهوي على انسجامهم التام مع النيابة العامة واحترامهم الشديد لها وعلى المجهود التي يبذلونها لإنجاز ما هو مطلوب منهم في وقت وجيز رغم بعض الإكراهات التي يعانون منها من قبيل نقص الحالة في عدد الأفراد العاملين والإمكانيات المادية الموضوعة على إشارتهم لتنفيذ مهامهم فضلاً على ارتباطهم بأشغال كثيرة أخرى. وبالتالي فإن مساهمتهم في تألق النيابة العامة الاستئنافية والابتدائية كانت فعالة وناجحة ولا يمكن تجاوزها. ونتقدم بالشكر كذلك إلى عناصر مراقبة التراب الوطني وعلى رأسهم السيد مدير مراقبة التراب الوطني على ما يبذلونه من مجهودات ملموسة في تفكيك عدد من شركات المخدرات والهجرة السرية والاهتداء إلى المنظمين والمتورطين فيها والقبض عليهم وتوفير معلومات كافية لعناصر الفرقة الوطنية والشرطة القضائية للقبض على كثير من المتورطين المبحوث عنهم في جرائم خطيرة. كما أتوجه بالشكر إلى السيدين رئيسي المحكمة الابتدائية بالماضي والدريوش ووكيلي الملك بها والسادة القضاة والنواب وكيل الملك على مجهوداتهم التي أثمرت نتائج مشرفة كما أسلم. ولا يفوتني أن أنوّر السادة موظفي الدائرة القضائية لهذه المحكمة بصفة عامة وموظفي هذه النيابة العامة بصفة خاصة على الخدمات التي أسدوها وعلى تفانيهم في عملهم لوضع النيابة العامة دائما في مرتبة مشرفة. ونشكر كذلك هيئة الدفاع وعلى رأسها السيد النقيب على روح التعاون السائد بينها وبين قضاة النيابة العامة وموظفيها. ونجدد شكرنا لكل الذين حضروا معنا في هذه الجلسة الرسمية على تلبية الدعوة. وفي الختام ندعو الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه سبحانه وتعالى ولما فيه خير خدمة الصالح العام حتى نكون جميعا عند حسن ظن القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله وعند حسن ظن كل الوافدين على هذه المحكمة لاستيفاء حقوقهم. وندعو الله أن يحفظ جلالة الملك ويقر عينه بولي عهد الأمير الجليل مولاي الحسن وسمو الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد أسرة الملكية. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء القسط ولا يجزمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ونلتمس من السيد الرئيس الأول الإعلان الآن عن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2020 كما نطلب من السيد كاتب الضبط تدوين كلما راج في هذه الجلسة للرجوع إليه عند الحاجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر السيد وكيل العام الملك باسم جهاز الملك وطريقة للقانون وعنوان افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022 الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف والمرور كاتب الضبط لتحرير كل المراجع بهذه الجلسة الرسمية للمحضرين القادمين إلى الرجوع إليه عند الحاجة. رفعت الجلسة حضور كريم الرجاء عدم مغادرة القاعة لحضور مراسيم تسليم وسام مالكي. والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. باسم جلالة الملك
أعلن الافتتاح الجلسة الرسمية لرسم السنة القضائية 2022. بداية سعدوني أن أرحب ترحيبا خاصا بالسيد عبد القيد الشتوف العضو المنتخب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته ممثلا للرئيس المنتدب في المجلس الأعلى للسلطة القضائية. السيد محمد بن ناصر عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته ممثلا للسيد الرئيس المنتدب في المجلس الأعلى للسلطة القضائية. السيد سمير الستاوي بصفته ممثلا لرئيس النيابة العامة. السيد محمد يونسي مدير الموارد البشرية بوزارة العدل بصفته ممثلا للسيد وزير العدل. السيد عامل إقليم الناظور، السيد عامل إقليم دريوش، السادة المسؤولون القضائيون بجميع محاكم الدائرة، السادة المستشارون ونواب الوكيل العام للملك، السادة قضاة ونواب وكلاء الملك، السيد نقيب هيئة محامين بالناظور، السادة المسؤولون الإداريون جميع محاكم الدائرة، السادة ممثلو العدالة من عدول ونساخ ومفوضين قضائيين وخبراء وتراجمة وموثقين، السادة ممثلو الإعلام والمجتمع المدني، الحضور الكريم، كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له. أرحب بكم جميعا أيام الترحيب وأشكركم على التفضل بتلبية دعوة الحضور وتشريفكم المتميز لهذه الجلسة الرسمية. بناء على الإبن المولوي السامي جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المستند إلى المنشور رقم 145 الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1399 كما تم تحيينه بتاريخ 11 محرم 1432 الموافق ل 17 ديسمبر 2010 وبناء على إعلان السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد في الجلسة الرسمية المنعقدة بجلسة 26/1/2022 افتتاح السنة القضائية بكافة محاكم استئناف المملكة يومي 31/1/2022 و 1/2/2022 تعقيد محكمة استئناف بالناظور يوم 2/2/2022 جلستها الرسمية للإعلان عن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022 بهذه المحكمة والمحاكم التابعة لدائرة نفوذها القضاء. الحضور الكريم، لقد دأبت محكمة النقد وجميع محاكم الاستئناف كل سنة على هذا التقرير الراسخ الذي يتواصل من خلاله القضاء مع جل مكونات العدالة وينفتح بواسطته على كل الفعاليات ذات صلة بالشأن القضائي والمجتمع المدني والإعلام والمواطنين. حضور كريم، إن الغاية من هذه الجلسة الرسمية هو إطلاع الرأي العام اعتبار العدالة شأناً مجتمعياً. إذا أقول إطلاع الرأي العام على المجهودات المبذولة من طرف قضاة وموظفي محاكم الدائرة القضائية وإبراز حصيلة النشاط القضائي والإداري والتنفيذي والمالي والثقافي وكذا استعراض التوجهات الاجتهادية الصادرة عن غرف هذه المحكمة الاستئنافية. الحضور الكريم، يشرفني أن أعرض عليكم الآن مردودية النشاط القضائي العام لمختلف محاكم هذه الدائرة القضائية. بالنسبة لنشاط القضائي العام لمجموع محاكم هذه الدائرة، فالقضايا المخلفة من سنة 2020 كانت 17,400 قضايا، القضايا المسجلة خلال سنة 2021 62,814 قضية، القضايا الرائجة خلال سنة 2021 79,818 قضية، القضايا المحكومة خلال سنة 2021 65,164 قضية، الباقي بدون حكم خلال سنة 2021 14,654 قضية، النسبة المئوية للمحكوم من المسجل خلال نفس الفترة 103.74%، والنسبة المئوية للمحكوم من الرائج خلال السنة هو 81.64%. كانت هذه مجموع أو النشاط القضائي العام لجميع المحاكم. الآن سأعطي يعني إحصاء تفصيلي لكل محكمة على حدة. بالنسبة لمحكمة السنة بالنظر، المخلف
من سنة 2020 هو 2435 قضية. القضية المسجلة خلال 21 7430 قضية. القضية الرائجة خلال 2021 9867 قضية. المحكوم خلال سنة 21 7500 قضية. الباقي بدون حكم 2367 قضية. نسبة المئوية للمحكوم من المسجل هو 100.91%. بالنسبة للمئوي المحكوم من الرائج هو 76.1%. بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالنظر، عدد القضايا المخلفة من 2020 هو 12846 قضية. القضية المسجلة 37381 قضية. القضايا الرائجة 50227 قضية. القضايا المحكومة 29992 قضية. الباقي بدون حكم خلال سنة 21 هو 10235 قضية. النسبة المئوية للمحكوم المسجل خلال سنة 21 هو 106.92%. النسبة المئوية للمحكوم من الرائج هو 79.62%. بالنسبة لغرفة الاستئنافات المحكمة الابتدائية بالنظر، المخلف لسنة 20 هو 463 قضية. المسجل خلال سنة 21 1994 قضية. الرائج خلال سنة 21 2457 قضية. المحكوم خلال سنة 21 1942 قضية. الباقي بدون حكم خلال سنة 21 599 قضايا. النسبة المئوية للمحكوم المسجل هو 97.69%. والنسبة المئوية للمحكوم من الرائج هو 79.28%. بالنسبة لمركز القاضي المقيم بزيو تابع للمحكمة الابتدائية بالنظر، المخلف سنة 2020 120 قضية. المسجل خلال سنة 21 1263 قضية. الرائج خلال سنة 21 1383 قضية. المحكوم خلال 21 1173 قضية. الباقي بدون حكم 210 قضايا. نسبة المحكوم من المسجل 92.87%. ونسبة المحكوم من الرائج 84.81%. بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالدريوش، المخالف من سنة 2020 1017 قضية. المسجل خلال 21 13058 قضية. الرائج خلال 21 14075 قضية. القضية المحكومة 12935 قضية. الباقي بدون حكم 1140 قضية. معدل أو نسبة المئوية للمحكوم من المسجل 99.5%. ونسبة أو النسبة المئوية للمحكوم من الرائج هي 91.9%. بالنسبة لغرفة الاستئنافات للمحكمة الابتدائية بالدريوش، المخالف من سنة 20 24 ملف. المسجل خلال 21 695 ملف. الرائج خلال 21 719 ملف. المحكوم خلال سنة 21 617 ملف. الباقي بدون حكم 102 ديال الملفات. النسبة المئوية للمحكوم من المسجل 88.77%. ونسبة المئوية للرائج من المحكوم هو 85.8%. بالنسبة لمركز القاضي المقيم بالنظر تابع لنفس المحكمة، المخلف من سنة 20 69 ملف. المسجل خلال 21 605 ملفات. الرائج خلال سنة 21 674 ملف. المحكوم خلال سنة 2021 610 ملفات. الباقي بدون حكم 64 ملف. النسبة المئوية للمحكوم من المسجل للمحكوم من المسجل هو 100.82%. والنسبة المئوية للمحكوم من الرائج هو 90.50%. مركز القاضي المقيم بتمسمان والتابع لنفس المحكمة الابتدائية بالدريوش، المخالف من سنة 20-30 ملف. المسجل 386 ملف خلال سنة 21. الرائج خلال سنة 21 416 ملف. القضية المحكومة خلال سنة 21 386 ملف. الباقي بدون حكم 27 ملف. نسبة النسبة المئوية للمحكوم من المسجل خلال سنة 21 100.77%. ونسبة المحكوم من الرائج خلال نفس السنة 93.50%. إذا باستقراء وضعية النشاط العام للدائرة القضائية لهذه المحكمة برسم سنة 2020 مقارنة مع سنة 2020، يتجلى أن مرضودية سنة 21 أفضل بكثير من سنة 20، وذلك رغم استمرار إكراهات جائحة كورونا والخصاص الملحوظ في عدد المستشارين والقضاة والموظفين. وهكذا يتبين أن النسبة المئوية للقضايا المحكومة مقارنة مع القضايا المسجلة مشرفة، و
وتنم على الانخفاض في عدد القضايا المزمنة والبدء في القضاء في باقي القضايا لأقل أجل معقول وفي إطار محاكمة عالية. سيدات والسادة الحضور الكريم، إن هذه النتائج المشرفة التي تم تحقيقها هي ثمرة للمجهودات والدولة والخدمات الجليلة المقدمة من طرف كل مكونات دائرة هذه القضائية لهذه الدائرة. وفي هذا الإطار لا يسعني إلا أن أوجه عبارة التنويه وكلمة الإشادة والتقدير إلى السيد الوكيل العام للملك والسادة المستشارين ونواب الوكيل العام للملك والسادة المسؤولين القضائيين وقضاة الرئاسة والنيابة والمسؤولين الإداريين من الدائرة وجميع الأطر والموظفين العاملين في المحاكم. حضور كريم، بعد عرض النشاط العام يشرفنا أن أعرض عليكم حصيلة التنفيذ المدني خلال سنة 2021. النشاط العام للتنفيذ المدني هو التالي: إلى المجموع العام لجميع محكمات الابتدائية بالناظور ومركز القاضي المحكم التابع لها والابتدائي الجيوش والمراكز التابعة لها. إذا بالنسبة للمجموع العام المخلف من عدد الملفات غير المنفذة من سنة 2021 هناك 2063 ملف، المسجل عن سنة 2021 6358 ملفا تنفيذيا، الرائج خلال سنة 2021 8421 ملفا تنفيذيا، المنفذ برصد سنة 2021 6258 ملفا تنفيذيا. نسبة الملفات المنفذة من المسجل 98.42%، نسبة الملفات المنفذة من الرائج 74.31%. الآن سأفصل كل محكمة على حدة. بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالنظر، عدد الملفات المخلفة من 2020 1630 ملف تنفيذي، المسجل خلال سنة 21 4948 ملف تنفيذي، الرائج 6614 ملف تنفيذي، المنفذ خلال سنة 21 5076 ملف تنفيذي، الباقي بدون تنفيذ خلال نفس السنة 1538 ملف تنفيذي. نسبة الملفات المنفذة من المسجل 101.85%، نسبة الملفات المنفذة من الرائجة 76.75%. بالنسبة للمركز القاضي المقيم للزيو التابع للمحكمة الابتدائية بالناظور، مخلف من الملفات التنفيذية خلال سنة 2020 114 ملف، المسجل خلال سنة 2021 423 ملف، الرائج خلال سنة 2021 537 ملف، المنفذ من الملفات برسم 2021 431 ملف، الباقي من الملفات غير المنفذة سنة 21 106 ملفات، نسبة الملفات المنفذة من المسجل 101.89%، ونسبة الملفات المنفذة من الرائج 80.26%. بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالدروش، المخلف من الملفات التنفيذية عن سنة 20 183 ملف، المسجل خلال سنة 21 903 ملف، الرائج سنة 21 1086 ملف، المنفذ خلال سنة 21 704 ملفات تنفيذية، الباقي من الملفات المنفذة برسم سنة 21 382 ملف. نسبة الملفات المنفذة من المسجل 77.96%، ونسبة الملفات المنفذة من الرائج 64.83%. بالنسبة للقاضي المقيم بمضار، مخلف من سنة 20 77 ملف، المسجل 21 36 ملف، الرائج سنة 21 113 ملف، المنفذ سنة 21 27 ملف، الباقي بدون تنفيذ 86 ملف، نسبة المنفذ من المسجل 75%، ونسبة الملفات المنفذة من الرائجة 23.89%. المركز القاضي المقيم تمسمان، المخلف من سنة 20 59 ملف تنفيذي، المسجل خلال سنة 21 12 ملف تنفيذي، الرائج خلال سنة 21 71 ملف تنفيذي، المنفذ برسم سنة 21 20 ملف تنفيذي، الباقي من الملفات غير المنفذة سنة 21 51 ملف. نسبة الملفات المنفذة من المسجل 166.66%، ونسبة الملفات المنفذة من الرائجة 28.17%. إذا باستقراء إحصائيات التنفيذ المدني يتبين أن مجهودات كبيرة بذلت في هذا الشأن، وتضح النتائج مشرفة ومحمودة، ونطمح إلى تحقيق نتائج أفضل خلال السنة الحالية إن شاء الله. أما فيما يتعلق بمرضوضية وحدات التبليغ والتحصيل السجل، فقد عرفت ارتفاعا في المبالغ المستخلصة مقارنة مع سنة 2020، وذلك بالنسبة لجميع محاكم الدائرة. وفي هذا السياق أتوجه بالشكر لموظفي مختلف وحدات التبليغ والتحصيل السجلي عن مجهودات مدونة رغم الخصائص الحاد في الموارد البشري،
وكذلك استمرار ظروف إكراهات الجائحة كما لا تفوتني الفرصة في هذا السياق للتنويه بالمساهمة الفعالة للسلطة المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني لهذه الدائرة. حضور كريم، بعد تقديم مردودية النشاط القضائي والمالي والتنفيذي لمحاكم الدائرة، أستعرض عليكم بعض إنجازات محاكم الدائرة خلال السنة الماضية. لقد تم خلال السنة الماضية الاستغناء لمجموع محاكم الدائرة عن جميع السجلات الورقية واعتماد السجلات الرقمية والتطبيقات المعلوماتية ورقمنة إجراءات تصريف الأعمال يوميا للسادة القضاة والسادة الموظفين. تم احتلال محاكم الدائرة بفضل مسؤوليها القضائيين والإداريين المراتب الأولى وطنيا، وذلك على مستوى تضمين الملفات وتحيينها رقميا. تم الشروع كذلك في نسخ القرارات بواسطة الماسح الضوئي، وذلك بهدف تسليمها مستقبلا مباشرة من المكاتب الأمامية. كذلك تم الشروع في نقل الأرشيف القديم الخاص بمحكمة الاستئناف الموجود بقسم قضاء الأسرة إلى المركز الجهوي للحفظ. أما على مستوى التواصل، لقد اعتمدت محاكم هذه الدائرة سياسة الانفتاح والتواصل مع المحكمة الداخلي والخارجي، وفي هذا السياق لقد تم عقد اجتماعات مع السادة المستشارين والقضاة في إطار تحسيس بانخراط في إنجاح عملية الرفع من النجاعة القضائية وتجويد العمل القضائي. كما تم عقد اجتماعات تروم تدليل الصعوبات والإكراهات المتعلقة بسير العمل مع السيد نقيب هيئة المحامين بالنظور، والذي أتوجه إليه بالشكر الجزيل على علاقته المتميزة مع قطاع العدل، كما أشيد من خلاله بجميع أعضاء مجلس هيئة المحامين بالنظور والسادة المحامين على روح التعاون وحسن أداء رسالة المحاماة النبيلة. كما تم عقد اجتماعات مع السادة المفوضين القضائيين لمعالجة صعوبات التبليغ والتنفيذ، ونتوجه إليهم بعبارة امتنان على انخراطهم الجدي والمسؤول في تحقيق النجاعة القضائية. وللإشارة، فإنه قد تم عقد اجتماعات مع السادة الخبراء لتذكيرهم بالتسريع بالقيام بمهامهم داخل الأجل المحدد لهم، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تجهيز الملفات في أقرب الأجل، وتبع لذلك المساهمة في ضمان تحقيق النجاعة القضائية. أما على مستوى التكوين، فكما لا يخفى عليكم أن التكوين يعد دعامة أساسية للرفع من تأهيل المولد البشري وتفعيل لهذا المدى، فقد عرفت هذه الدائرة القضائية انعقاد مجموعة من الدورات التكوينية طالت مواضيع ذات أهمية تطبيقية وعملية. فيما يتعلق بالتكوين المستمر للسادة القضاة، فقد تم سنة 2020 إعداد برنامج تضمن مواضيع لها ارتباط بالمجال العملي وإشكالات ونقاط خلافية الهدف منها توحيد العمل القضائي والاجتهاد القضائي بهذه الدائرة، خدمة لتحسين العدالة وتحقيق النجاعة القضائية والأمن القضائي. ولقد تم تسطير 12 موضوعا ونريد كأمثلة منها، مثلا حجة التحفيظ في مواجهة الخلل الخاص، تأثير القوانين الاستثنائية على العلاقات التعاقدية نموذج قانون الطوارئ، بدائل العقاب في التشريع الجنائي، المشكلات الإجرائية والموضوعية في دعاوى التعويض عن التحفيظ التلبيسي، دعوى طرد الاحتلال بدون سند وحماية الحقوق العينية والشخصية، انقضاء الكراء وفق القانون 1649 وأثره على الطرفين. أما فيما يتعلق بالتكوين المستمر للسادة موظفي كتابة، لقد عرفت هذه الدائرة تسطير 20 موضوعا نريد منها على سبيل المثال تقنيات تحرير محاضر الجلسات، دور النيابة العامة في القضايا المدنية، حقوق وواجبات الموظف العمومي، طرق تحصيل في الميدان التجري، تدبير الطعون القضائية في المادتين الجنائية والمدنية، إشكالية التبليغ إلى آخره. حضور كريم، هذا استعراض مجموعة من إنجازات محاكم الدائرة، أود أن أقدم بين يديكم برنامج عمل المحكمة الدائرة خلال سنة 2021. لقد تم وضع استراتيجية عمل استشرافية لدرس السنة القضائية 2022، وتنصب أولوية خارطة الطريق على إلاء عناية خاصة للرفع من نجاعة الأداء القضائي عبر حكمة جيدة ورشيدة، وذلك من خلال التركيز على ما يلي: تجويد الخدمات القضائية المقدمة من طرف جميع المحاكم، تبسيط المساطر وتسهيل ولوج المرتفقين إلى فضاء المحاكم، تسريع وتيرة معالجة القضايا والقضاء المزمن منها وتجهيزها والبت فيها داخل الأجل الافتراضية الخاصة بطبيعة القضايا من حيث بساطتها وتعقيدها، تسريع وتيرة التنفيذ المدني وتصفية الملفات التنفيذية داخل الأجل القانونية إلى عناية فائقة لتصفية القضايا المعتقلين والبت فيها في أقرب الأجال
في إطار سياسة ترشيد الاعتقال الاحتياطي. كذلك إلى المرتفقين والضحايا والشهود عناية خاصة والاهتمام بهم وحفظ كرامتهم وحسن معاملتهم. الحرص على توحيد العمل القضائي لمحاكم الدائرة وتجنب التناقض بخصوص النوازل المتشابهة تعزيزا لمفهوم الأمن القضائي وتحقيق اتقاء وأمن متقاضي في العمل القضائي. الرفع من وتيرة التبليغ والتنفيذ الزجري وتحقيق نتائج تصاعدية فيما يتعلق بتحسين الغرامات وقطع تقادم الأحكام الجنائية. كذلك بين إنجازات مشروع تصفير القرارات آليا محليا بالنسبة لمحكمة الاستئناف. الرفع من عمل التسفير بالنسبة لباقي المحاكم. واستعمال كل الآليات لتجاوز إكراهات التبليغ. وتكثيف الأنشطة الثقافية والحقوقية بمشاركة مساعد القضاء وكل المعنيين بالحقل الحقوقي والقانوني. إعادة هيكلة وتصميم مكاتب السجلات العدلية. نهج سياسة الباب المفتوح وذلك بالحرص على تسهيل الولوج للمحاكم واستقبال المشتكين في جميع الأوقات بهدف الاستماع إليه إلى تظلماتهم وطلباتهم. حضور كريم، بعد عرض برنامج المحاكم خلال سنة 2022 أقدم لكم بعض اجتهادات هذه المحكمة المطابقة لتوجهات المحكمة النقض. كما لا يخفى عليكم أن العمل القضائي إنتاج فكري واجتهادي ولا يمكن وصوله مرحلة النضج وتكريس الأمن القضائي وتعزيز ثقة المتقاضي فيه إلا بمواكبة السادة القضاة للمستجدين التوجهات الاجتهادية لمحكمة النقض. وفي هذا السياق أعرض عليكم بعض القرارات الصادرة عن هذه المحكمة والمطابقة لتوجهات محكمة النقض. بالنسبة لمؤسسة الرئيس، لقد اعتبر الرئيس الأول في أمر عدد رقم 23 الصادر بتاريخ 22/6/2021 في 119/2020/2021، لقد اعتبر أنه ليس في مقتضيات قانون مهنة المحامي ما يخول للنقيض تحديد مستحقات المحامي في مواجهة زميل له تولى تسيير مكتبه خلال فترة توقفه عن العمل لمدة معينة، مما يبقى معه ما حدده السيد النقيب من أتعاب محامي لا يستند عليه أساس من القانون. ولقد سير الرئيس الأول في أمره هذا قرار محكمة النقض عدد 401 الصادر بتاريخ 16/2020 في الملف المدني رقم 7715/1/2018. غرفة الأحوال الشخصية، اعتبرت الغرفة في قرارها رقم 326 بتاريخ 7/7/2021 1288/1621 غير تبين للمحكمة بناء على وثائق الملف وما راجع أمامه بجلسة البحث أن تقرير المحكمة الابتدائي لنفقات الابنين وأجرة سكنهما لم يراعى فيه ظروف الملزم بالنفقة الذي يشتغل في أجر ضعيف وليس له أملاك ظاهرة، وأن تقدير النفقة لا يجب أن يكون في مضار للوالي مما قررت معه المحكمة تعديل الحكم وذلك بجنافة الابنين محددة في 52 درهم شهريا كل واحد منهما. ويتبين أن غرفة الحوار الشخصية قد سيرت في قضائها قرار محكمة النقض عدد 415/2 المؤرخ في 20/10/2020 في الملف الشرعي عدد 334/2/2019. بالنسبة للغرفة العقارية، لقد اعتبرت الغرفة العقارية في قرارها عدد 397 الصادر بتاريخ 29/12/2021 في الملف العقاري عدد 237/1401/2019 اعتبرت وجوب إعمال مضمون عقد التسليم وإعادة قسمة العقار المدعى فيه وفق 3 حصص بخلاف الحكم المطعون في الاستئناف الذي أجرى القسمة وفق 40 حصص. ولقد سيرت الغرفة قرار محكمة النقض عدد رقم 177/4 الصادر بتاريخ 26/3/2019 في الملف المدني عدد 7484/1/4/18. واعتبرت الغرفة في قرارها رقم 262 الصادر بتاريخ 28/7/2021 في الملف العقاري عدد 240/1401/2021 اعتبرت ليالي يتحمل البائع التزامين اساسيين الالتزام بتسليم المبيع والالتزام بضمانه طبق الفصل 495 قانون التزامات العقود، وان المشتري يكتسب قوه القانون ملكيه الشيء المبيع بمجرد تمام العقد وفق الفصل 495 قانون التزامات العقود، ولا يمكن للبائع التحلل من التزامه بمجرد تضرع انه غير ملزم بضمان المبيع من كل عين. ولقد سيرت الغرف في هذا الصدد قرار محكمه النقض عدد 114/7
الصادر بتاريخ 23/9/2020 في الملف المدني 3381 على 1/7/19. بالنسبة للغرفة الاجتماعية، قررت الغرفة الاجتماعية في قرارها 52 بتاريخ 22/4/2021 في الملف 93521، اعتبرت أن قرار شركة تأديب القاضي بتنقيل الأجن إلى مدينة الرباط دون مراعاة سكنها في مدينة الناظور، ورغم توفر الشركة على 5 وكالات في مدينة الناظور أخرى بالدريوش ومضار وبن طي وبرسي وتوريث وبركان وجدة، وهي مناطق أقرب إلى سكن الأجن يكون قد تعسف في نقله، ولقد سيد غرفة فيها الصدر قرارات محكمة النظر 2048 على 1 بتاريخ 24/12/2019 في الملف الاجتماعي عدد 2826 على 5/1/18، واعتبرت نفس الغرفة في قرارها رقم 100 بتاريخ 24/6/21 في الملف رقم 90/1521 ما يلي: إن المغادرة التلقائية للعمل كواقعة مادية تقبل الإثبات بما فيها شهادة الشهود وأن الثابت من شهادة الشاهد أن الأجين لم يطرد، إنما غادر العمل تلقائيا بعد اختلاس أموال المشغلين حيث طلب الشاهد من الأجين الرجوع للعمل لكنه رفض. ولقد سيرت الغرفة قرار محكمة النقد عدد 1529 على 1 المؤرخ في 29/10/2019 في الملف الاجتماعي عدد 2412 على 5/1/18. بالنسبة للغرفة الجنائية الاستئنافية، اعتمدت الغرفة في قرار 188 بتاريخ 8/4/2021 في الملف 478/2611 على 19 مبدأ تساند الأدلة في الميدان الجنائي الذي يقتضي الإحاطة بجميع وسائل إثبات الإدانة أو البراءة المتوفرة في النازلة، والتي يجب أن تكون في مجموعة واحدة وحدة واحدة تكمل بعضها البعض ويؤدي في النهاية إلى نتيجة القرار الجنائي الصادر في القضية بالإدانة أو البراءة. ولقد صادرت غرفة السياق قرار محكمة النقد 721 على 5 بتاريخ 15/5/19 في الملف الجنائي 14433 على 5/18. أيها السيدات والسادة، إن كل ما بسطناه من إحصائيات ومردودية وحصيلة وإنجازات وبرنامج استشرافي يعد نواة صلبة وأرضية متينة تمكننا من تحقيق طموح أعلى ومكاسب أكبر وأمل ارتقاء من أداء القضائي والخدماتي بكافة محاكم الدائرة خلال سنة 2020. إن النتائج المشرفة التي تم تحقيقها خلال السنة الماضية يتمر العمل الجبار الذي بذله كل فاعلين في الشأن القضائي بهذه الدائرة وفي هذا السياق، لا يسعني إلا أن توجه بعبارة الشكر والثناء والامتنان للسيد الوكيل العام للملك على روح التعاون والتواصل، وإلى السادة المسؤولين القضائيين على تضحياتهم بإجساب وإشرافهم الجدي والمسؤول وتأطيرهم الجيد، وإلى جميع السادة المستشارين والنواب الوكيل السيد العام للملك وجميع قضاة الدائرة رئاسة والنيابة على ما يتحلون به من روح المسؤوليه والمهنيه العاليه والحرص على تقديم منتوج قضائي جيد. كما اشيد بالساده رؤساء مصالح كتاب الضبط والسيد المدير الفرعي الاقليمي ومدير مركز الحبس الجهوي وجميع اطر وموظفي الدائره القضائيه رئاسه والنيابه على الجهودات والتضحيات التي يقومون بها في معالجه وتصفيه القضايا بكل تفاني واخلاص. ولا تفوتني فرصة تقديم عبارة الشكر والثناء السيد النقيب ومن خلال هيئة الدفاع بالناظور على علاقات المتميزة مع قطاع العدل وعلى روح التعاون والتواصل الدائم والمستمر ودورهم الرئيسي في تحقيق النجاح القضائي. واغتنم هذه المناسبة للتوجيه كامل الامتنان والتقدير لجميع مساعد القضاء من مفوضين قضائيين وخبراء وتراجمة وموثقين وعدول ونساخ على مدى انخراطهم جدي ومسؤول والفعال في الارتقاء بالأداء القضائي لمحاكم الدائرة وبالتالي تحقيق النجاح القضائي المطلوب. كما أتوجه بالشكر للسيد المدير الفرعي واللجنة التنظيمية على ما بذلوا من جهود في توفير جميع الوسائل اللوجستية لإنجاح هذه الجلسة. وخير ما أختم به هذه الكلمة عن دور القاضي وما هو منتظر منه قول صاحب جلال منصور بعينة الله رئيس المجلس أعلى السلطة القضائية الوالد في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكاديمية يوم الأربعاء 29 يناير 2003 النطق الملكي: والله نسأل أن يعينكم معشر القضاة على إقامة العدل بكل ما يتطلب من استقلال واستقامة وكفاية واجتهاد وحماية لأمن وسلامة وحرمة المواطنين وقيام الأمة والدولة من كل عمل إجرامي أو إرهابي، فتلك سبيلكم إلى استحقاق شرف النيابة عن جلالتنا في تحمل مسؤولية القضاء التي نناشدكم أن تتقوا الله في جسامة أمانتكم.
وذلك طريقكم لترسيخ ثقه المتقاضين ومصالحه مع القضاء واشاعه العلم الذي جعلناه قوام مذهبنا في الحكم وغايته وعماد ما ننشده لشعبنا الحر الامين من تطور ديمقراطي وتماسك اجتماعي وتقدم اقتصادي وتهنئه الملك. وفي الاخير اتمنى ان تكون اسره العداله بهذه الدائره القضائيه عند حسن ظن القاضي الاول صاحب الجلاله محمد السادس دام له العز والتمكين. انه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واحيل الكلمه للسيد الوكيل العام للملك. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس الأول، السادة المستشارين، السيد عبد اللطيف شندوف العضو المنتخب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب دعمه مثيرا للسيد الرئيس المنتخب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد ناصر عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية بصفته ممثل للسيد الرئيس المنتدى للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، السيد سمير السداوي بصفته ممثل للسيد الرئيس النيابة العامة، السيد مدير الموارد البشرية بوزارة العدل بصفته ممثل للسيد وزير العدل، السيد ممثل عام الإقليم مارور، السيد ممثل عام الإقليم دروش، السادة المسؤولون القضائيون، السيد نقيب هيئة المحامين بالمارور، السادة المسؤولون الإداريون، السادة قضاة ونواب وكلمه بالمحاكم الدنيا، السادة ممثلون مساعد العدالة، السادة أيها الحضور الكريم. نرحب بكم في هذه الجلسة الرسمية التي تعقدها هذه المحكمة بالغة الرحيم. ونشكركم على حضوركم مراسيم هذه الجلسة الرسمية التي تنعقد هذه السنة في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم ولم يسلم منها بلدنا، وقد أثرت على سير العمل في المرافق العمومية والمحاكم. عرفت نفس المآل بحيث أصبح العمل في هذه المؤسسات مرتبط باحترام الإجراءات الصحية التي تقف أحيانا حائلا دون سير الجلسات بشكل طبيعي لأسباب تقنية. وتربك العمل الإداري الذي يصعب القيام به في ظل هذه الظروف، بحيث يصعب التوفيق بينه وبين الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطة العمومية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء ويكفينا شر هذا الوباء. ورغم كل هذا فإن التواصل يتجدد اليوم بين مكونات المجتمع، والهيئة القضائية لأخذ فكرة عن نشاط المحاكم بالدائرة القضائية لمحكمة استئناف الموضوع والاطلاع على نتائجها، سواء على إنتاجها، سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة. ونحن نرحب بكم مرة أخرى لمشاركتكم لنا مراسيم افتتاح السنة القضائية 2022 التي أعلن عنها السيد الرئيس الأول لدى محكمة النقد يوم 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق ليوم 26/1/2022 بناء على إذن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. النيابة العامة اليوم بعد استقلالها عن السلطة التنفيذية عرفت تطورا بارزا ومتميزا، بحيث أصبحت مجندة لخدمة المجتمع بكل مكوناته. ولهذا الغرض فقد تلقت النيابة العامة بالمملكة عدة تدويات صادرة عن السيد الرئيس النيابة العامة تناولت عدة مواضيع كلها تصب في خانة واحدة وهي خدمة المجتمع التي تمثله. وهكذا فقد أصدر السيد الرئيس النيابة العامة السابق والحالي ما يزيد عن 50 دورية سنة 2021، منها ما يتعلق بتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، وتدخل إيجابي النيابة العامة لتفعيل الحماية الاجتماعية في
في عدة مجالات كالشغل مثلا، والتصدير الجرائم الخطيرة، وتفعيل دور المسؤولين القضائيين في التأطير والمراقبة إلى غير ذلك. ونظمت رئاسة النيابة العامة عدة دورات تكوينية عن بعد، وكانت آخرها حول تقنية الاستقبال التي تعبر عن كيفية استقبال المرتفقين بالنيابة العامة، لأن حسن الاستقبال يؤدي إلى إرساء وتعزيز الثقة بين المرتفق والإدارة. ورئاسة النيابة العامة تولي أهمية خاصة بالنسبة للمرتفقين من خلال استقبالهم في ظروف جيدة تضمن حسن الاستماع والتوجيه وتقديم الخدمة المطلوبة منها، لإعطاء صورة راقية عن مرافق النيابة العامة، كما أنها لا تدخر جهدا للرفع من جودة الخدمات وتحسيسها وجعلها في المستوى الطموح تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا السبيل. قال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من سنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة 14 أكتوبر 2016: إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقرار مرور بالتواصل إلى معالجة الملفات والوثائق، بحيث أصبحت ترتبط في ذهني بمسار المحارب. فمن غير المعقول أن يتحمل المواطن تعب وتكاليف التنقل إلى أي إدارة، سواء كانت قنصلية أو عمالة أو جماعة ترابية أو مندوبية جهوية، وخاصة إذا كان يسكن بعيد عنها ولا يجد من يستقبله أو من يقضي غرضه. انتهى من قول الملك السامي. جميع الدوريات والدورات التكوينية تصب كلها في خانة ضبط عمل النيابة العامة والسير بها نحو الوجهة الصحيحة. أيها الحضور الكريم، إن محكمة الاستئناف تعقد اليوم هذه الجلسة الرسمية لتمثيل العلاقة بينها وبين مكونات المجتمع، ومدها بكل المعلومات التي تهم نشاطها واطلاعها على إنتاجها وإشراكها في تقييم وإشراكها في تقييم حصيلة العمل السنوية. حصيلة العمل السنوية بها يتأتى لها لمس نتائج عملها عن قرب لإبداء ملاحظاتها عبر المهتمين بالشأن القضائي، حتى تتلافى ما يمكن تلافيه لإعادة الثقة في القضاء إلى نفوس المواطنين. فالنيابة العامة بهذه المحكمة أخذت على عاتقها السير لمرفق النيابة العامة إلى الأفضل، نيابة عامة نزيهة ومستقيمة تنصف المظلومين وتضرب على يد الظالمين، ونحن بعون الله حريصون على أن تبقى سمعة القضاء بهذه المحكمة طيبة لا تنجرف مع تيار الظلم والفساد. لأن النزاهة والاستقامة والنجاعة القضائية هما محوران أساسيان في إصلاح منظومة العدالة، وبدونها لا داعي للخوض في موضوع إصلاح القضاء. وقد أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله هذا المبدأ في عدة مناسبات، وفي الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 3/7/2016 يقول جلالة الملك: كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله في الانتخابات والإدارة والقضاء وغيرها، وعدم القيام بالواجب هو نوع من أنواع الفساد، والفساد ليس قدرا محتوما، ولم يكن يوما من طبع المغاربة غير أنه تم تمييع استعمال فهم الفساد حتى أصبحوا كأنه شيء عادي في المجتمع. وقد أشار السيد الرئيس الأول لدى محكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد وكيل عام الملك رئيس النيابة العامة في كلمتهما بمناسبة افتتاح السنة القضائية، إلى مدونة الأخلاقيات القضائية التي جاءت بعدة مبادئ ملؤها الاستقامة والنزاهة والتجرد والحيادة، لا بد للقضاء أن يستقر عليها، ولا محيد للقاضي من التقيد بها في ممارسة مهمته واستحضارها في مسيرته المهنية عند البدء في قضايا المواطنين. وفي هذه المناسبة لا يفوتني أن أعرض عليكم نشاط النيابة العامة والآلية التي اعتمدتها حتى يتأتى لها حسن سير العدالة من خلال تصريف قضايا المواطنين بما يلزم من سرعة وفعالية واحترام للقانون، إذ أن منهجية الأشغال التي اعتمدناها قائمة على التفاعل الإيجابي مع شكايات وقضايا المرتفقين، وهو ما يلقى الاستحسان لدى عموم الوافدين على المحكمة من خلال ما يلمسونه من اهتمام وعناية بمعالجة قضاياهم، وكذا تحفيز عمل الضابط القضائي ومراقبته بما يخدم الفعالية والنجاعة المطلوبة.
جاعلين من تتبعنا الشخصي ومواكبتنا المستمرة لعمل أطور وقضاطية العامة وعمل ضابطة قضائية على السواء واقعا ملموسا له كبير الأثر على السرعة والنجاعة التي تتم بها معالجة شكايات المواطنين وإعطائها ما يلزم من عناية واهتمام. أيها الحضور الكريم، لقد وفقنا الله بفضل تضافر الجهود للرحم المردودية وجودة الخدمات القضائية والإدارية التي تقدمها للنيابة العامة لمرتفقيها الذين يحصلون عليها بمجرد طلبها ودون ما تأخير، مما جعلها تحافظ على نيادتها في تصنيف النيابة العامة التي تحترم أجل إنجاز الشكايات والمحاضر بنسبة إنجاز النيابة في المئة. مما لا شك فيه، وقد واجهت العدالة في بلادنا في ظل جائحة كورونا إكراهات متعددة على مستوى تأدية مهامها وتقديم الخدمات القضائية، وكان علينا جميعا أن نحشد كامل طاقتنا ونبذل المزيد من الجهود لتجاوز كل أسباب التعثر والبحث عن الحلول المناسبة والمبتكرة، وأيضا استحضار الحماية والسلامة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير وقائية. وفي سياق هذه الظروف، حافظت هذه النيابة العامة على نفس وتيرة عملها وبقيت مجندة لإعطاء التعليمات والتوجيهات المناسبة للضابطة القضائية والسهر طبقا للقانون على تنفيذ مقاصد السياسة الجنائية ببلادنا، في مقدمتها حماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع. ولقد حرصنا تبعا لكل مرحلة على حدة من مراحل حالة الطوارئ ببلادنا على تأمين الخدمات الضرورية التي يستوجبها ضمان استمرارية عمل النيابة العامة وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين ووضع رهن إشارتهم قنوات للاتصال عن بعد لتقديم شكاياتهم والحصول على أي معلومات أو إرشادات لمعرفة مآل القضايا المعروضة على المحكمة، وكذا معالجة محاضر الضابطة القضائية وإعطاء التعليمات اليومية المناسبة، بالإضافة إلى الحرص على تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة التي أتى بها المنصوب المتعلق بحالة الطوارئ الصحية والعمل على تنزيل فحوى جميع الدوريات والمناشر الواردة علينا لنفس الغاية. لقد آلينا على أنفسنا مضاعفة الجهود بغية تجويد عمل النيابة العامة قضاء وإدارة، وحتى يتأتى لنا بلوغ نتائج مرجوة، فقد حرصنا على حسن تأطير السادة قضاة النيابة العامة والموظفين، وكذا إعطاء ضباط الشرطة القضائية التوجيهات التي من شأنها الارتقاء بعملهم. غايتنا في ذلك السير بمرفق القضاء في هذه الدائرة إلى الأفضل، والعمل على إرساء قواعد قضاء نزيه ومستقيم، حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك وكل الوافدين على هذه المحكمة لاستيفاء حقوقهم. وفيما يلي إحصائيات نشاط النيابة العامة في الدائرة القضائية لهذه المحكمة: محكمة استئناف، المحكمة الابتدائية بمارون، المحكمة الابتدائية ببيوش. ولا داعي لسرد جميع المعطيات، وإنما أكتفي بالنسبة المئوية فقط ربحا للوقت. بالنسبة لمحكمة الاستئناف بمارون، المحاضر الكربوسية 100%، المحاضر العادية 99%، الشكايات العادية 98%، شكايات المعتقلين 98%، شكايات عنف ضد الأطفال 100%، شكايات عنف ضد النساء 100%، شكايات محاضر عنف ضد الأطفال 100%، محاضر عنف ضد النساء 100%، شكايات ضد من لهم صفة امتياز قضائي 100%، شكايات ضد المحامين 99%، شكايات ضد العدول 91%، شكايات ضد الخبراء 100%. شكاية ضد المفوضين القضائيين 100%، شكاية ضد الموثقين 100%، القضايا الزوجية المحالة على محكمة النقد 100%، العفو والإفراج مقيد بشروط 86%، مراسلة وزارية 100%، مراسلة مع رئاسة النيابة العامة 100%، الانتدابات الوطنية الواردة 100%، الانتدابات المدنية الدولية 100%، المجموع 99%. بالنسبة للمحكمة الابتدائية بماضوع، أكتفي بسرد النسبة المئوية فقط. شكاية عادية 84.06%، شكاية إهمال الأسرة 87.70%،
شي كاين معتقلين 35-85% شي كاين شي كيدوري رصيد 99.94%، شي كاين ضد المحامين 83.33%، شي كاين ضد العدول 66.66%، شي كاين ضد الخبراء 91.42%، شي كاين ضد الوفودين القضائيين 60%، شي كاين ضد الموثقين صفر، لأنه لم تسجل أي شكاية ضد الموثقين. شكاية عنف ضد الأطفال 82.64%، شكاية عنف ضد النساء 86.41%، المحاضر العادية 99.75%، محاضر التلبسية 99.58%، محاضر عنف ضد الأطفال 98.63%، محاضر عنف ضد النساء 96.72%، وأكتفي بهذا القدر وأقول بأن النسبة المئوية للمحكمة الابتدائية في إنجاز نشاطها وهو 95.69%. المحكمة الابتدائية للدرج سأكتفي كذلك بسرد النساء المئوية فقط. المحاضر التلبسية 96%، الشكاية العادية 82%، المحاضر العادية 97%، شكاية المعتقلين 84%، شكاية عنف ضد الأطفال 90%، شكاية عنف ضد النساء 70%، محاضر عنف ضد الأطفال 90%، محاضر عنف ضد النساء 93%، شكاية ضد المحامين ليس لديهم شكاية، شكاية ضد الامتياز القضائي ليس لديهم شكاية، شكاية ضد العدول 100%، شكاية ضد الخبراء 100%، شكاية ضد المفوض القضائيين 100%، شكاية ضد الموثقين 0%، شكاية ضد شكاية تنفيذ العقوبة الحبسية 100%، قضايا مطعون فيها بالنقد 100% إلى آخره، والنسبة المئوية لإنجاز نشاطها في إنجاز نشاطها هو 97%. أيها الحضور الكريم، نتمنى بعون الله وتوفيقه أن تكون السنة القضائية الجديدة سنة يمن وخير وبركة، وأن يكلل فيها عمل السادة القضاة والموظفين الرئاسة والنيابة بالنجاح في مواجهة الإكراهات الناتجة عن تفشيها الوباء، والتي تحول دون تصريف القضايا في وقت مناسب وأداء الخدمات المنوط بهم بالجودة المطلوبة وبعزيمة أقوى، حتى يدرك الجميع أن شعار القضاء في خدمة المواطن شعار حقيقي لا شعار زائف مكتوب على لوحات معلقة في بهو المحكمة وفي قاعات الجلسات لتزيين جدرانها. وقد احتفظنا بنفس برنامج السنة القضائية 2021 لهذه السنة إن شاء الله تعالى، وهو على الشكل التالي: أولاً، العمل على تقليص أجلات إنجاز محاضر الشكايات حتى لا يتعدى أجل إنجاز الشكايات 15 يوم، 15 يوماً من يوم تسجيلها إلى يوم إعطائها الاتجاه القانوني المناسب، وإنجاز محاضر خلال 10 أيام وإعطائها الاتجاه القانوني داخل 24 ساعة. ثانيا، تتبع عمل ضابط القضايا بعقد اجتماعات مع ضباط الشرطة والدرك الملكي بصفة دورية، وتكثيف التواصل معهم وحثهم على إنجاز ما هو مطلوب منهم في الوقت المناسب والعمل بوتيرة القصر. ثالثا، العمل على تقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين على ذمة التحقيق في تفعيل مسطرة التجنيح والإحالة المباشرة على أرض الجنايات على غرار السنة القضائية المنصرمة. رابعا، إيجاد حلول لبعض الإشكاليات المطروحة التي من شأنها عقل تجهيز الملفات. خامسا، توفير إمكانية لإيواء السجناء المقرر إيداعهم لمستشفيات أمراض عقلية بهذه المستشفيات. سادسا، السهر على تجهيز ملفات مزمنة لمختلف الشعب في الميدان الزجري، وذلك بتبليغ الاستدعاءات عن طريق الضابط القضائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، سيرا على ما قمنا به خلال السنة القضائية المنصرمة. وفي الأخير، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى السيد الرئيس الأول المتشبع بروح التعاون والانسجام مع النيابة العامة، وقد ساد ذلك معا، وأتوجه بالشكر
إلى السادة المستشارين على المجهودات التي بذلوها خلال السنة القضائية المصرية رغم الظروف الاستثنائية التي ما زالت تعيشها بلادنا، وقد أخلت هذه المجهودات الحمد لله إلى الإنتاج الجيد الذي عرض السيد الرئيس الأول قبل قليل. كما أنوه السادة القضائية بالعمل الاستئنافيا بدوره التنويه مستحقا على الأداء الجيد والمساهمة الفعالة في الرفع من مستوى نشاط المياه العامة، وقد بذلوا ما في وسعهم لإنجاز أشغالهم في وقت مناسب من قبيل دراسة محاضر الشكايات وإعطائها الاتجاه القانوني السليم وتحرير الملتمسات والمنكرات والقيام بإجراءات إدارية وتصفية المحاضر المزمنة للانتقال إلى مصالح الشرطة والدرك بصفة دورية لحثهم على إنجاز ما هو مطلوب منهم دون تأخير، ويستحقون على ذلك عن جدارة الإشادة والتنويه. الشكر والامتنان وصولاً كذلك إلى جميع عناصر الشرطة وعلى رأسهم السيد رئيس المنطقة الأمنية وجميع أفراد الدرك الملكي وعلى رأسهم السيد العقيد الجهوي على انسجامهم التام مع النيابة العامة واحترامهم الشديد لها وعلى المجهود التي يبذلونها لإنجاز ما هو مطلوب منهم في وقت وجيز رغم بعض الإكراهات التي يعانون منها من قبيل نقص الحالة في عدد الأفراد العاملين والإمكانيات المادية الموضوعة على إشارتهم لتنفيذ مهامهم فضلاً على ارتباطهم بأشغال كثيرة أخرى. وبالتالي فإن مساهمتهم لتألق النيابة العامة الاستئنافية الابتدائية كانت فعالة وناجحة ولا يمكن تجاهلها. ونتقدم بالشكر كذلك إلى عناصر مراقبة التراب الوطني وعلى رأسه السيد مدير مراقبة التراب الوطني على ما يبذلونه من مجهودات ملموسة في تفكيك عدد من شركات المخدرات والهجرة السرية والاعتداء إلى المنظمين والمطورين فيها والقبض عليه وتوفير معلومات كافية لعناصر الفرقة الوطنية والشرطة القضائية للقبض على كثير من المطورين المبحوث عنهم في جرائم خطيرة. كما أدرج بالشكر إلى السيدين رئيس المحكمة الابتدائية رئيسي المحكمة الابتدائية بمناظرة الدريوش ووكيلي الملك بها والسادة القضاة والنواب وكيل الملك على مجهوداتهم التي أثمرت نتائج مشرفة كما أسلفنا. ولا يفوتني أن أنوه السادة موظفي الدائرة القضائية لهذه المحكمة بصفة عامة وموظفي هذه النيابة العامة بصفة خاصة على الخدمات التي أسلوها وعلى تفانيهم في عملهم لوضع النيابة العامة دائما في مرتبة مشرفة. ونشكر كذلك هيئة الدفاع وعلى رأسها السيد النقيب على روح التعاون السائد بينها وبين قضاة النيابة العامة وموظفيها. ونجدد شكرنا لكل الذين حضروا معنا في هذه الجلسة الرسمية على تلبية الدعوة. وفي الختام ندعو الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه سبحانه وتعالى ولما فيه خير خدمة الصالح العام حتى نكون جميعا عند حسن ظن القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله وعند حسن ظن كل الوافدين على هذه المحكمة لاستيفاء حقوقهم. وندعو الله أن يحفظ جلالة الملك ويقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وسمو الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد أسرة الملكية. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء القسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ونلتمس من السيد الرئيس الأول الإعلان الآن عن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2020 كما نطلب من السيد كاتب الضبط تدوين كلما راج في هذه الجلسة للرجوع إليه عند الحاجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد وكيل عام الملك باسم جهاز الملك وقدم القانون اعلن عن افتتاح السنه القضائيه الجديده 2022 الدائره القضائيه لمحكمه الاستئناف والنظر امر كاتب الضبط بتحرير كل المراجع بهذه الجلسه الرسميه لمحضرين القادمين الى الرجوع اليه عند الحاجه. رفعت الجلسه حضور كريم الرجاء عدم مغادره القاعه بحضور مراسيم تسليم وسام مالكي والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم جلالة الملك أعلن عن افتتاح الحصة الرسمية لرسم السنة القضائية 2022. بداية يسعدني أن أرحب ترحيبا خاصا بالسيد
السيد عبد القادر الشتوف العضو المنتخب بالمجلس الاعلى للسلطه القضائيه بصفته ممثلا للرئيس المنتدب بالمجلس الاعلى للسلطه القضائيه. السيد محمد بن ناصر عضو المجلس الاعلى للسلطه القضائيه بصفته ممثلا للسيد الرئيس المنتدب بالمجلس الاعلى للسلطه القضائيه. السيد سمير الستاوي بصفته ممثلا لرئيس النيابه العامه. السيد محمد يونسي مدير الموارد البشريه بوزاره العدل بصفته ممثلا للسيد وزير العدل. السيد عامل اقليم الناظور، السيد عامل اقليم بريوش، الساده المسؤولون القضائيون بجميع محاكم الدائره، الساده المستشارون ونواب الوكيل العام للملك، الساده قضاه ونواب وكلاء الملك، السيد نقيب هيئه المحامين بالناظور، الساده المسؤولون الاداريون جميع محاكم الدائره، الساده ممثلو العداله من عدول ونساخ ومفوضين قضائيين وخبراء وتراجمه وموثقين، الساده ممثلو الاعلام والمجتمع المدني، الحضور الكريم، كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له. ارحب بكم جميعا ايما الترحيب واشكركم على التفضل بتلبيه دعوه الحضور وتشريفكم من المتميز لهذه الجلسة الرسمية. بناء على الابن المولوي السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المستند إلى المنشور رقم 145 الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1399 كما تم تحليله بتاريخ 11 محرم 1432 الموافق ل 17 ديسمبر 2010 وبناء على إعلان السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد في الجلسة الرسمية المنعقدة بجلسة 26/1/2022 عن افتتاح السنة القضائية بكافة محاكم استئناف المملكة يومي 31/1/2022 و 1/2/2022 تعقيد محكمة استئناف بالناظور يوم 2/2/2022 جلستها الرسمية للإعلان عن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022 بهذه المحكمة والمحاكم التابعة لدائرة نفوذها القضائي. الحضور الكريم، لقد دأبت محكمة النقد وجميع محاكم الاستئناف كل سنة على هذا التقليد الراسخ الذي يتواصل من خلاله القضاء مع جل مكونات العدالة وينفتح بواسطته على كل الفعاليات ذات صلة بالشأن القضائي والمجتمع المدني والإعلام والمواطنين. حضور كريم، إن الغاية من هذه الجلسة الرسمية هو إطلاع الرأي العام اعتبار العدالة شأناً مجتمعياً. إذا أقول إطلاع الرأي العام على المجهودات المبذولة من طرف قضاة وموظفي محاكم الدائرة القضائية وإبراز حصيلة النشاط القضائي والإداري والتنفيذي والمالي والثقافي وكذا استعراض التوجهات الاجتهادية الصادرة عن غرف هذه المحكمة الاستئنافية. الحضور الكريم، يشرفني أن أعرض عليكم الآن مردودية النشاط القضائي العام لمختلف محاكم هذه الدائرة القضائية. بالنسبة لنشاط القضائي العام لمجموع محاكم هذه الدائرة القضايا المخلفة من سنة 2020 كانت 17400 قضايا، القضايا المسجلة خلال سنة 2021 62814 قضية، القضايا الرائجة خلال سنة 2021 79818 قضية، القضايا المحكومة خلال سنة 2021 65164 قضية، الباقي بدون حكم خلال سنة 2021 14654 قضية، النسبة المئوية للمحكوم من المسجل خلال نفس الفترة 103.74% والنسبة المئوية للمحكوم من الرائج خلال نفس السنة هو 81.64%. كانت هذه مجموع أو النشاط القضائي العام لجميع المحاكم. الآن سأعطي يعني إحصاء تفصيلي لكل محكمة على حدة. بالنسبة لمحكمة استئناف بالناظور، المخلف من سنة 2020 هو 2435 قضية. القضية المسجلة خلال 21 7432 قضية. القضية الرائجة خلال 2021 9867 قضية.
المحكوم خلال سنة 21 7500 قضية، الباقي بدون حكم 2367 قضية. نسبة المئوية للمحكوم من المسجل هو 100.91%، بالنسبة المئوية للمحكوم من الرائج هو 76.1%. بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالنظر، عدد القضايا المخلفة من 2020 هو 12846 قضية، القضية المسجلة 37381 قضية، القضايا الرائجة 50227 قضية، القضايا المحكومة 39992 قضية، الباقي بدون حكم خلال سنة 21 هو 10235 قضية. النسبة المئوية للمحكوم المسجل خلال سنة 21 هو 106.92%، النسبة المئوية للمحكوم من الرائج هو 79.62%. بالنسبة لغرفة الاستئنافات المحكمة الابتدائية بالنظر، المخلف لسنة 20 هو 463 قضية، المسجل خلال سنة 21 1494 قضية، الرائج خلال سنة 21 2457 قضية، المحكوم خلال سنة 21 1948 قضية، الباقي بدون حكم خلال سنة 21 509 قضايا. النسبة المئوية للمحكوم المسجل هو 97.69%، والنسبة المئوية للمحكوم من الرائج هو 79.28%. بالنسبة لمركز القاضي المقيم بزيو التابع للمحكمة الابتدائية بالنظر، المخلف سنة 2020 120 قضية، المسجل خلال سنة 21 1263 قضية، الرائج خلال سنة 21 1383 قضية، المحكوم خلال 21 1173 قضية، الباقي بدون حكم 210 قضايا. نسبة المحكوم من المسجل 92.87%، ونسبة المحكوم من الرائج 84.81%. بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالدروج، المخلف من سنة 2020 1017 قضية، المسجل خلال 21 13058 قضية، الرائج خلال 21 14075 قضية، القضية المحكومة 12935 قضية، الباقي بدون حكم 1140 قضية، معدل أو نسبة المئوية للمحكوم من المسجل 99.5%، ونسبة أو النسبة المئوية للمحكوم من الرائج هي 91.9%. بالنسبة لغرفة الاستئنافات للحكام الابتدائية بالدروج، المخلف سنة 2024 ميل، المسجل خلال 21 695 ميل، الرائج خلال 21 719 ميل، المحكوم خلال سنة 21 617 ميل، الباقي بدون حكم 102 ديال الملفات، النسبة المئوية للمحكوم المسجل 88.77%، ونسبة المئوية للرائج من المحكوم هو 85.80%. بالنسبة للمركز القاضي المقيم بالنظر تابع لنفس المحكمة، المخلف من سنة 20 69 ميل، المسجل خلال 21 605 ملفات، الرائج خلال سنة 21 674 ملف، المحكوم خلال سنة 2021 610 ملفات، الباقي بدون حكم 64 ملف. النسبة المئوية للمحكوم من المسجل للمحكوم من المسجل هو 100.82%، والنسبة المئوية للمحكوم من الرائج هو 90.50%. مركز القاضي المقيم بتمسمان والتابع لنفس المحكمة الابتدائية بالدروج، المخلف من سنة 20 30 ملف، المسجل 386 ملف خلال سنة 21، الرائج خلال سنة 21 416 ملف، القضية المحكومة خلال سنة 21 386 ملف، الباقي بدون حكم 27 ملف. النسبة المئوية للمحكوم من المسجل خلال سنة 21 100.77%، ونسبة المحكوم من الرائج خلال نفس السنة 93.50%. إذا باستقراء وضعية النشاط العام للدائرة القضائية لهذه المحكمة برسم سنة 2020 مقارنة مع سنة 2020، يتجلى أن مردودية سنة 21 أفضل بكثير من سنة 20، وذلك رغم استمرار إكراهات جائحة كورونا والخصص الملحوظ في عدد المستشارين والقضاة والموظفين. وهكذا يتبين أن النسبة المئوية للقضايا المحكومة مقارنة مع القضايا المسجلة مشرفة، وتنم عن انخفاض في عدد القضايا المزمنة والبدء في القضاء في باقي القضايا داخل أجل معقول وفي إطار محاكمة عالية. سيدات والسادة الحضور الكريم، إن هذه النتائج المشرفة التي تم تحقيقها هي ثمرة
لمجهودات الدولة والخدمات الجديدة المقدمة من طرف كل مكونات دائرة هذه القضائية لهذه الدائرة. وفي هذا الإطار لا يسعني إلا أن أوجه عبارة التنويه وكلمات الإشادة والتقدير إلى السيد الوكيل العام للملك والسادة المستشارين ونواب الوكيل العام للملك والسادة المسؤولين القضائيين وقضاة الرئاسة والنيابة والمسؤولين الإداريين من الدائرة وجميع الأطر والموظفين العاملين بالمحاكم. حضور كريم. بعد عرض النشاط العام يشرفنا أن أعرض عليكم حصيلة التنفيذ المدني خلال سنة 2021. النشاط العام للتنفيذ المدني هو التالي: إلى المجموع العام لجميع المحكمة الابتدائية بالناظور ومركز القاضي المحكم التابع لها والابتدائي الجيوش والمراكز التابعة لها. إذا بالنسبة للمجموع العام المخلف من عدد الملفات غير المنفذة من سنة 2021 هناك 2063 ملف، المسجل عن سنة 2021 6358 ملفا تنفيذيا، الرائج خلال سنة 2021 8421 ملفا تنفيذيا، المنفذ برصد سنة 2021 6258 ملفا تنفيذيا. نسبة الملفات المنفذة من المسجل 98.42%، نسبة الملفات المنفذة من الرائج 74.31%. الآن سأفصل كل محكمة على هنا. بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالنظر عدد الملفات المخلفة من 2020 1630 ملف تنفيذي، المسجل خلال سنة 2021 4984 ملف تنفيذي، الرائج 6614 ملف تنفيذي، المنفذ خلال سنة 2021 5076 ملف تنفيذي، الباقي بدون تنفيذ خلال نفس السنة 1538 ملف تنفيذي. نسبة الملفات المنفذة من المسجل 101.85%، نسبة الملفات المنفذة من الرائجة 76.75%. بالنسبة للمركز القاضي المقيم للزيدون التابع لمحكمة الابتدائية بالناظور، مخلف من الملفات التنفيذية خلال سنة 2020 114 ملف، المسجل خلال سنة 2021 423 ملف، الرائج خلال سنة 2021 537 ملف، المنفذ من الملفات برسم 2021 431 ملف، الباقي من الملفات غير المنفذة سنة 2021 106 ملفات، نسبة الملفات المنفذة من المسجل 101.89%، ونسبة الملفات المنفذة من الرائج 80.26%. بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالجيوش، المخلف من الملفات التنفيذية عن سنة 2020 183 ملف، المسجل خلال سنة 2021 903 ملف، الرائج سنة 2021 1086 ملف، المنفذ خلال سنة 2021 704 ملفات تنفيذية، الباقي من الملفات المنفذة برسم سنة 2021 382 ملف، نسبة الملفات المنفذة من المسجل 77.96%، ونسبة الملفات المنفذة من الرائج 64.83%. بالنسبة للقاضي المقيم بمضار مخلف من سنة 2077 ملف، المسجل 2136 ملف، الرائج سنة 2021 113 ملف، المنفذ سنة 2021 27 ملف، الباقي بدون تنفيذ 86 ملف، نسبة المنفذ من المسجل 75%، ونسبة الملفات المنفذة من الرائجة 23.89%. المركز القاضي المقيم تمسمان، المخلف من سنة 2059 ملف تنفيذي، المسجل خلال سنة 2021 12 ملف تنفيذي، الرائج خلال سنة 2021 71 ملف تنفيذي، المنفذ برسم سنة 2021 20 ملف تنفيذي، الباقي من الملفات غير المنفذة سنة 2021 51 ملف. نسبة الملفات المنفذة من المسجل 166.66%، ونسبة الملفات المنفذة من الرائجة 28.17%. إذا باستقراء إحصائيات التنفيذ المدني يتبين أن مجهودات كبيرة بذلت في هذا الشأن، وتضحى النتائج مشرفة ومحمودة، ونطمح إلى تحقيق نتائج أفضل خلال السنة الحالية إن شاء الله. أما فيما يتعلق بمردودية وحدات التبليغ والتحصيل السجل، فقد عرفت ارتفاعا في المبالغ المستخلصة مقارنة مع سنة 2020، وذلك بالنسبة لجميع محاكم الدائرة. وفي هذا السياق أتوجه بالشكر لموظفي مختلف وحدات التبليغ والتحصيل السجلي على مجهودات المدونة رغم الخصائص الحاد في الموارد البشري، وكذا رغم استمرار ظروف إكراهات الجائحة، كما لا تفوتني الفرصة في هذا السياق للتنويه بالمساهمة الفعالة للسلطة المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني لهذه الدائرة. حضور كريم،
بعد تقديم مردودية النشاط القضائي والمالي والتنفيذي للمحاكم الدائرة، أستعرض عليكم بعض إنجازات المحاكم الدائرة خلال السنة الماضية. لقد تم خلال السنة الماضية الاستغناء لمجموع محاكم الدائرة عن جميع السجلات الورقية واعتماد السجلات الرقمية والتطبيقات المعلوماتية ورقمنة إجراءات تصريف الأعمال يوميا للسادة القضاة والسادة الموظفين. تم احتلال محاكم الدائرة بفضل مسؤوليها القضائيين والإداريين المراتب الأولى وطنيا، وذلك على مستوى تضمين الملفات وتحيينها رقميا. تم الشروع كذلك في نسخ القرارات بواسطة الماسح الضوئي، وذلك بهدف تسليمها مستقبلا مباشرة من المكاتب الأمامية. كذلك تم الشروع في نقل الأرشيف القديم الخاص بمحكمة الاستئناف الموجود بقسم قضاء الأسرة إلى المركز الجهوي للحفظ. أما على مستوى التواصل، لقد اعتمدت محاكم هذه الدائرة سياسة الانفتاح والتواصل مع المحكمة الداخلي والخارجي، وفي هذا السياق لقد تم عقد اجتماعات مع السادة المستشارين والقضاة في إطار تحسيس بانخراط في إنجاح عملية الرفع من النجاعة القضائية وتجويد العمل القضائي. كما تم عقد اجتماعات تروم تذليل الصعوبات والإكراهات المتعلقة بسير العمل مع السيد نقيب هيئة المحامين بالنظور، والذي أتوجه إليه بالشكر الجزيل على علاقته المتميزة مع قضاء العدل، كما أشيد من خلاله بجميع أعضاء مجلس هيئة المحامين بالنظور والسادة المحامين على روح التعاون وحسن أداء رسالة المحاماة النبيلة. كما تم عقد اجتماعات مع السادة المفوضين القضائيين لمعالجة صعوبات التبليغ والتنفيذ، ونتوجه إليهم بعبارة امتنان على انخراطهم الجدي والمسؤول في تحقيق النجاعة القضائية. وللإشارة، فإنه قد تم عقد اجتماعات مع السادة الخبراء لتذكيرهم بتسريع القيام بمهامهم داخل الأجل المحدد لهم، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تجهيز الملفات في أقرب الأجل، وتبع لذلك المساهمة في ضمان تحقيق النجاعة القضائية. أما على مستوى التكوين، فكما لا يخفى عليكم أن التكوين يعد دعامة أساسية للرفع من تأهيل المولد البشري وتفعيل لهذا المدى، فقد عرفت هذه الدائرة القضائية انعقاد مجموعة من الدورات التكوينية طالت مواضيع ذات أهمية تطبيقية وعملية. فيما يتعلق بالتكوين المستمر للسادة القضاة، فقد تم سنة 2023 إعداد برنامج تضمن مواضيع لها ارتباط بالمجال العملي وإشكالات ونقاط خلافية، الهدف منها توحيد العمل القضائي والاجتهاد القضائي بهذه الدائرة خدمة لتسهيل العدالة وتحقيق النجاعة القضائية والأمن القضائي. ولقد تم تسطير 12 موضوعاً ونريدك أمثلة منها. مثلاً، حجية التحفيظ في مواجهة الخلل الخاص، تأثير القوانين الاستثنائية على العلاقات التعاقدية نموذج قانون الطوارئ، بدائل العقاب في التشريع الجنائي، المشكلات الإجرائية والموضوعية في دعاوى التعويض عن التحفيظ التدليسي، دعوى طرد الاحتلال بدون سند وحماية الحقوق العينية والشخصية، انقضاء الكراء وفق القانون 1640 وأثاره على الطرفين. أما فيما يتعلق بالتكوين المستمر للسادة موظفي كتابه، فقد عرفت هذه الدائرة تسطير 20 موضوعاً. نريد منها على سبيل المثال تقنيات تحرير محاضر الجلسات، دور النيابة العامة في القضايا المدنية، حقوق وواجبات الموظف العمومي، طرق تحصيل في الميدان التجري، تدبير الطعون القضائية في المادتين الجنائية والمدنية، إشكالية التبليغ إلى آخره. حضور كريم، هذا استعراض مجموعة من إنجازات محاكم الدائرة، أود أن أقدم بين يديكم برنامج عمل المحكمة الدائرة خلال سنة 2021. لقد تم وضع استراتيجية عمل استشرافية لرسم السنة القضائية 2022، وتنصب أولويات خارطة الطريق على إلاء عناية خاصة للرفع من نجاعة الأداء القضائي عبر حكمة جيدة ورشيدة، وذلك من خلال التركيز على ما يلي: تجويد الخدمات القضائية المقدمة من طرف جميع المحاكم، تبسيط المساطر وتسهيل ولوج المرتفقين إلى فضاء المحاكم، تسريع وتيرة معالجة القضايا والقضاء المزمن منها وتجهيزها والبت فيها داخل الأجل الافتراضية الخاصة بطبيعة القضايا من حيث بساطتها وتعقيدها، تسريع وتيرة التنفيذ المدني وتصفية الملفات التنفيذية داخل الأجل القانونية إلى عناية فائقة لتصفية قضايا المعتقلين والبت فيها في أقرب الأجال في إطار سياسة ترشيد الاعتقال الاحتياطي. كذلك إلى المرتفقين والضحايا والشهود عناية خاصة والاهتمام بهم وحفظ كرامتهم وحسن معاملتهم. الحرص على توحيد العمل
قضائي لمحاكم الدائرة وتجنب التناقض بخصوص النوازل المتشابهة تعزيزا لمفهوم الأمن القضائي وتحقيق اتقاء وأمن متقاضي في العمل القضائي. الرفع من وتيرة التبليغ والتنفيذ الزجري وتحقيق نتائج تصاعدية فيما يتعلق بتحسين الغرامات وقطع تقادم الأحكام الجنائية. كذلك من بين الإنجازات مشروع تصفير القرارات آليا ومحليا بالنسبة لمحكمة الاستئناف. الرفع من عمل التصفير بالنسبة لباقي المحاكم. واستعمال كل الآليات لتجاوز إكراه التبليغ. وتكثيف الأنشطة الثقافية والحقوقية بمشاركة مساعد القضاء وكل معنيين بالحق الحقوقي والقانوني. إعادة هيكلة وتصميم مكاتب السجلات العدلية، نهج سياسة الباب المفتوح، وذلك بالحرص على تسهيل الولوج للمحاكم واستقبال المشتكين في جميع الأوقات بهدف الاستماع إليه إلى تظلماتهم وطلباتهم. حضور كريم. بعد عرض برنامج المحاكم خلال سنة 2022 أقدم لكم بعض اجتهادات هذه المحكمة المطابقة لتوجهات محكمة النقد. كما لا أخفى عليكم أن العمل القضائي إنتاج فكري واجتهادي ولا يمكن وصوله مرحلة النضج وتكريس الأمن القضائي وتعزيز ثقة المتقاضي فيه إلا بمواكبة السادة القضاة للمستجدين توجهات اجتهادية لمحكمة النقد. وفي هذا السياق أعرض عليكم بعض القرارات الصادرة عن هذه المحكمة والمطابقة لتوجهات محكمة النقد. بالنسبة لمؤسسة الرئيس، لقد اعتبر الرئيس الأول في أمر عدد رقم 23 الصادر بتاريخ 22/6/2023 119/2021 لقد اعتبر أنه ليس في مقتضيات قانون مهنة المحامي ما يخول للنقيض تحديد مستحقات المحامي في مواجهة زميل له تولى تسيير مكتبه خلال فترة توقفه عن العمل لمدة معينة مما يبقى معه ما حدده السيد النقي من اتعاب محامي لا يستند عليه الاساس من القانون. ولقد سير الرئيس الاول في امره هذا قرار محكمه النقد عدد 401 الصادر بتاريخ 16/2020 في الملف المدني رقم 7715/1/2018. غرفه الاحوال الشخصيه، اعتبرت الغرفه في قرارها رقم 326 بتاريخ 7/7/2021 1188 على 1620/21 غير تبين للمحكمة بناء على وثائق الملف وما راجع أمامه بجلسة البحث أن تقدير المحكمة الابتدائي لنفقة الابنين وأجرة سكنهما لم يراعى في ظروف الملزم بالنفقة الذي يشتغل في أجر ضعيف وليس له أملاك ظاهرة وأن تقدير النفقة لا يجب أن يكون في مضار للوالي مما قررت معه المحكمة تعديل الحكم وذلك بجنافة الابنين محددة في 52 درهم شهريا كل واحد منهما. ويتبين أن غرفة الحوار الشخصية قد سيرت في قضائها قرار محكمة النقد عدد 415/2 المؤرخ في 20/10/2020 في الملف الشرعي عدد 334/2/2019. بالنسبة للغرفة العقارية، لقد اعتبرت الغرفة العقارية في قرارها عدد 397 الصادر بتاريخ 29/12/2021 في الملف العقاري عدد 237 على 1401 على 2019 اعتبرت وجوب إعمال مضمون عقد التسليم وإعادة قسمة العقار المدعى فيه وفق 3 حصص بخلاف الحكم المطعون فيه بالاستئناف الذي أجرى القسمة وفق 4 حصص. ولقد سيرت الغرفة قرار محكمة النقد عدد رقم 177/4 الصادر بتاريخ 26/3/2019 في الملف المدني عدد 7484/1/4/18. واعتبرت الصغور في قرارها رقم 262 الصادر بتاريخ 28/7/2021 في الملف العقاري عدد 140/1/2021 اعتبرت ليالي يتحمل البائع التزامين اساسيين الالتزام بتسليم المبيع والالتزام بضمانه طبق الفصل 495 قانون التزامات العقود وان المشتري يكتسب قوه القانون ملكيه الشيء المبيع بمجرد تمام العقد وفق الفصل 495 قانون التزامات العقود ولا يمكن للبائع تحمل التزامه مجرد تضرع انه غير ملزم بضمان المبيع من كل عين. ولقد سيرت الغرفه في هذا الصدد قرار محكمه النقد عدد 114/7 الصادر بتاريخ 29/9/2020 في الملف المدني 3381/1/7/19. بالنسبه للغرفه الاجتماعيه، قررت الغرفه الاجتماعيه في قرارها 52 بتاريخ 22/4/2021 في الملف 93/1521
اعتبرت ان قرار شركه التهريب القادم بتنقيل الاجنه الى مدينه الرباط دون مراعاه سكنها في مدينه الناظور، ورغم توفر الشركه على 5 وكالات في مدينه الناظور واخرى بالدريوش ومضار وبن طي وقرسي وتوريف وبركان وجده، وهي مناطق اقرب الى سكن الاجين يكون قد تعسف في نقله. ولقد سيد غرفه فيها الصدر قرارات محكمه النظر 2048 على 1 بتاريخ 24/12/2019 في الملف الاجتماعي عدد 2826 على 5 على 1 على 18. واعتبرت نفس الغرفة في قرارها رقم 100 بتاريخ 24/6/21 في الملف رقم 90/1521 مايل إن المغادرة التلقائية للعمل كواقعة مادية تقبل الإثبات بما فيها شهادة الشهود وأن الثابت من شهادة الشاهد أن الأجين لم يطرد، إنما غادر العمل تلقائيا بعد اختلاس أموال المشغلين، حيث طلب الشاهد من الأجين الرجوع للعمل لكنه رفض. ولقد سيرد غرفة قرار محكمة النقد عدد 1529 على 1 المؤرخ في 29/10/2019 في الملف الاجتماعي عدد 2412 على 5 على 1 على 18. بالنسبة لغرفة الجناية الاستئنافية، اعتمدت الغرفة في قرار 188 بتاريخ 8/4/2021 في الملف 478/2611 على 19 مبدأ تساند الأدلة في الميدان الجنائي الذي يقتضي الإحاطة بجميع وسائل إثبات الإدانة أو البراءة المتوفرة في النازلة، والتي يجب أن تكون في مجموعة واحدة وحدة واحدة تكمل بعضها البعض ويؤدي في النهاية إلى نتيجة القرار الجنائي الصادر في القضية بالإدانة أو البراءة. ولقد صيغت غرف فيها السياق قرار محكمة النقد 721 على 5 بتاريخ 15/5/19 في بيت الجنائي 14433 على 5 على 18. أيها السيدات والسادة، إن كل ما بسطناه من إحصائيات ومردودية وحصيلة وإنجازات وبرنامج استشرافي يعد نواة صلبة وأرضية متينة تمكننا من تحقيق طموح أعلى ومكاسب أعلى وأمل ارتقاء للأداء القضائي والخدماتي لكافة محاكم الدائرة خلال سنة 2022. إن النتائج المشرفة التي تم تحقيقها خلال السنة الماضية يتمر العمل الجبار الذي بذل كل فاعلين في الشأن القضائي بهذه الدائرة وفي هذا السياق، لا يسعني إلا أن أتوجه بعبارة الشكر والثناء والامتنان للسيد الوكيل العام للملك على روح التعاون والتواصل، وإلى السادة المسؤولين القضائيين على تضحياتهم بجسام وإشرافهم بجدي ومسؤول وتقديرهم جيد، وإلى جميع السادة المستشارين والنواب وكيل السيد العام للملك وجميع قضاة الدائرة رئاسة والنيابة على ما يتحلون به من روح المسؤولية والمهنية العالية والحرص على تقديم منتوج قضائي جيد. كما أشيد بالسادة رؤساء مصالح كتاب الضبط والسيد المدير الفرعي الإقليمي ومدير مركز الحفظ الجهوي وجميع أطر وموظفي الدائرة القضائية رئاسة والنيابة على الجهودات والتضحيات التي يقومون بها في معالجة وتصفية القضايا بكل تفاني وإخلاص. ولا تفوتني فرصة تقديم عبارة الشكر والثناء للسيد النقيب ومن خلال هيئة الدفاع بالناظور على علاقاتهم المتميزة مع قطاع العدل وعلى روح التعاون والتواصل الدائم والمستمر ودورهم الرئيسي في تحقيق النجاح القضائي. واغتنم هذه المناسبة للتوجيه كامل الامتنان والتقدير لجميع مساعد القضاء من مفوضين قضائيين وخبراء وتراجمة ومنطقين وعدول ونساخ على مدى انخراطهم بجدي ومسؤول والفعال في الارتقاء بالاداء القضائي لمحاكم الدائره وبالتالي تحقيق النجاح القضائي المطلوب. كما اتوجه بالشكر للسيد المدير الفرعي واللجنه التنظيميه على ما بذلوا من مجهود في توفير جميع الوسائل اللوجستيه لانجاح هذه الجلسه. وخير ما اختم به هذه الكلمه عن دور القاضي وما هو منتظر منه قول صاحب الجلاله منصور بعينه الله رئيس مجلس اعلى السلطه القضائيه الوالد في خطابه السامي بمناسبه افتتاح السنه القضائيه الاكاديميه يوم الأربعاء 29 يناير 2003 النطق الملكي. والله نسأل أن يعينكم معشر القضاة على إقامة العدل بكل ما يتطلب من استقلال واستقامة وكفاية واجتهاد وحماية لأمن وسلامة وحرمة المواطنين وكيان الأمة والدولة من كل عمل إجرامي أو إرهابي، فتلك سبيلكم إلى استحقاق شرف النيابة عن جلالتنا في تحمل مسؤولية القضاء التي نناشدكم أن تتقوا الله في جسامة أمانتكم، وذلك طريقكم لترسيخ ثقة المتقاضين والمصالحة مع القضاء وإشاعة العلم الذي جعلناه قوام مذهبنا في الحكم وغاية
وعماد ما ننشد لشعبنا الحر الكبير من تطور ديمقراطي وتماسك اجتماعي وتقدم اقتصادي وتهنئ الملكي. وفي الأخير أتمنى أن تكون أسرة العدالة بهذه الدائرة القضائية من حسن ظن القاضي الأول صاحب الجلالة محمد السادس دام له العز والتمكين. إنه سميع المجيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأحيل الكلمة للسيد الوكيل العام للملك. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس الأول، السادة المستشارين، السيد عبد اللطيف شندوف العضو المنتخب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب دعمه مثيرا للسيد الرئيس المنتدب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد ناصر عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب دعمه مثيرا للسيد الرئيس المنتدب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد سمير السداوي بصفته ممثل للسيد رئيس النيابة العامة، السيد مدير الموارد البشرية بوزارة العدل بصفته ممثل للسيد وزير العدل، السيد ممثل عام الإقليم مابوه، السيد ممثل عام الإقليم عروش، السادة المسؤولون القضائيون، السيد نقيب هيئة المحامين بالمابوه، السادة المسؤولون الإداريون، السادة قضاة ونواب وكيل ملك المحاكم الإدارية، السادة ممثل مساعد العدالة، السادة أيها الحضور الكريم. نرحب بكم في هذه الجلسة الرسمية التي تعقدها هذه المحكمة بالغة الرحيم، ونشكركم على حضوركم مراسم هذه الجلسة الرسمية التي تنعقد هذه السنة في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم ولم يسلم منها بلدنا، وقد أثرت على سير العمل في المرافق العمومية والمحاكم عرفت نفس المآل، بحيث أصبح العمل في هذه المؤسسات مرتبط باحترام الإجراءات الصحية التي تقف أحياناً حائلاً دون سير الجلسات بشكل طبيعي لأسباب تقنية، وترك العمل الإداري الذي يصعب القيام به في ظل هذه الظروف، بحيث يصعب التوفيق بينه وبين الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطة العمومية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء ويكفينا شر هذا الوباء. ورغم كل هذا فإن التواصل يتجدد اليوم بين مكونات المجتمع، بين مكونات المجتمع والهيئة القضائية لأخذ فكرة عن نشاط المحاكم بالدائرة القضائية لمحكمة استئناف الموضوع والاطلاع على نتائجها، سواء على إنتاجها، سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة. ونحن نرحب بكم مرة أخرى لمشاركتكم لنا مراسم افتتاح السنة القضائية 2022 التي أعلن عنها السيد الرئيس الأول لدى محكمة النقد يوم 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق ليوم 26/1/2022 بناء على إذن من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. النيابة العامة اليوم بعد استقلالها عن السلطة التنفيذية عرفت تطورا بارزا ومتميزا، بحيث أصبحت مجندة لخدمة المجتمع بكل مكوناته. ولهذا الغرض فقد تلقت النيابة العامة بالمملكة عدة دويات صادرة عن سيد رئيس النيابة العامة تناولت عدة مواضيع كلها تصب في خانة واحدة وهي خدمة المجتمع التي تمثله. وهكذا فقد أصدر السيد رئيس النيابة العامة السابق والحالي ما يزيد عن 50 دورية سنة 2021، منها ما يتعلق بتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، وتدخل إيجابي النيابة العامة لتفعيل الحماية الاجتماعية في عدة مجالات كالشغل مثلا، وتصدير الجرائم الخطيرة، وتفعيل دور المسؤولين القضائيين في التأطير والمراقبة إلى غير ذلك.
تنظم الرئاسة النيابة العامة عدة دورات تكوينية عن بعد، وكانت آخرها حول تقنية الاستقبال التي تعبر عن كيفية استقبال المرتفقين بالنيابة العامة، لأن حسن الاستقبال يؤدي إلى إرساء وتعزيز الثقة بين المرتفق والإدارة. رئاسة النيابة العامة تولي أهمية خاصة بالنسبة للمرتفقين من خلال استقبالهم في ظروف جيدة تضمن حسن الاستماع والتوجيه وتقديم الخدمة المطلوبة منها، لإعطاء صورة راقية عن مرافق النيابة العامة، كما أنها لا تدخر جهدا للرفع من جودة الخدمات وتحسيسها وجعلها في المستوى الطموح تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا السبيل. قال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة 14 أكتوبر 2016: إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقبال مرور بالتواصل إلى معالجة الملفات والوثائق، بحيث أصبحت ترتبط في ذهني بمسار المحارب. فمن غير المعقول أن يتحمل المواطن تعب وتكاليف التنقل إلى أي إدارة، سواء كانت قنصلية أو عمالة أو جماعة ترابية أو مندوبية جهوية، وخاصة إذا كان يسكن بعيد عنها ولا يجد من يستقبله أو من يقضي غرضه. انتهى نطق الملك السامي. جميع الدوريات والدورات التكوينية تصب كلها في خانة ضبط عمل النيابة العامة والسير بها نحو الوجهة الصحيحة. أيها الحضور الكريم، إن محكمة الاستئناف تعقد اليوم هذه الجلسة الرسمية لتمتير العلاقة بينها وبين مكونات المجتمع، ومدها بكل المعلومات التي تهم نشاطها واطلاعها على إنتاجها وإشراكها في تقييم حصيلة العمل السنوية. حصيلة العمل السنوية بها يتأتى لها لمس نتائج عملها عن قرب لإبداء ملاحظاتها عبر المهتمين بالشأن القضائي، حتى تتلافى ما يمكن تلافيه لإعادة الثقة في القضاء إلى نفوس المواطنين. فالنيابة العامة بهذه المحكمة أخذت على عاتقها السير لمرفق النيابة العامة إلى الأفضل، نيابة عامة نزيهة ومستقيمة تنصف المظلومين وتضرب على يد الظالمين، ونحن بعون الله حريصون على أن تبقى سمعة القضاء بهذه المحكمة طيبة لا تنجرف مع تيار الظلم والفساد، لأن النزاهة والاستقامة والنجاعة القضائية هما محوران أساسيان في إصلاح منظومة العدالة، وبدونها لا داعي للخوض في موضوع إصلاح القضاء. وقد أكد جلالة الملك محمد السادس صلى الله هذا المبدأ في عدة مناسبات، وفي الخطاب السامي بمناسبة عيد العاشر المجيد بتاريخ 3/7/2016 يقول جلالة الملك: كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله في الانتخابات والإدارة والقضاء وغيرها، وعدم القيام بالواجب هو نوع من أنواع الفساد، والفساد ليس قدر محتوم، ولم يكن يوما من طبع المغاربة أي أنه تم تمييع استعمال فهم الفساد حتى أصبح وكأنه شيء عادي في المجتمع. وقد أشار السيد الرئيس الأول لدى محكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد وكيل عام الملك رئيس النيابة العامة في كلمتهما بمناسبة افتتاح السنة القضائية، إلى مدونة أخلاقيات قضائية التي جاءت بعدة مبادئ منها الاستقامة والنزاهة والتجرد والحيادة، لا بد للقضاء أن يستقر عليها، ولا محيد للقاضي من التقيد بها في ممارسة مهمته واستحضارها في مسيرته المهنية عند البدء في قضايا المواطنين. وفي هذه المناسبة لا يفوتني أن أعرض عليكم نشاط النيابة العامة والآلية التي اعتمدتها حتى يتأتى لها حسن سير العدالة من خلال تصريف قضايا المواطنين بما يلزم من سرعة وفعالية واحترام للقانون، لأن منهجية الأشغال التي اعتمدناها قائمة على التفاعل الإيجابي مع شكايات وقضايا المرتفقين، وهو ما يلقى الاستحسان لدى عموم الوافدين على المحكمة من خلال ما يلمسونه من اهتمام وعناية بمعالجة قضاياهم، وكذا تحفيز عمل الضابط القضائي ومراقبته بما يخدم الفعالية والنجاعة المطلوبة، جاعلين من تتبعنا الشخصي ومواكبتنا المستمرة لعمل أطول وقضاة النيابة العامة وعمل الضابط القضائية على السواء
واقعا ملموسا له كبير الاثر على السرعه والنجاعه التي تتم بها معالجه شكايات المواطنين واعطائها ما يلزم من عنايه واهتمام. ايها الحضور الكريم، لقد وفقنا الله بفضل تضافر الجهود للرفع من مردوديه وجوده الخدمات القضائيه والاداريه التي تقدمها للنيابه العامه لمرتفقيها الذين يحصلون عليها بمجرد طلبها ودون ما تأخير، مما جعلها تحافظ على ريادتها في تصنيف النيابة العامة التي تحترم أجل إنجاز الشكايات والمحاضر بنسبة إنجاز النيابة في المئة. مما لا شك فيه، وقد واجهت العدالة في بلادنا في ظل جائحة كورونا إكراهات متعددة على مستوى تأدية مهامها وتقديم الخدمات القضائية، وكان علينا جميعا أن نحشد كامل طاقاتنا ونبذل المزيد من الجهود لتجاوز كل أسباب التعثر والبحث عن الحلول المناسبة والمبتكرة، وأيضا استحضار الحماية والسلامة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير وقائية. وفي سياق هذه الظروف، حافظت هذه النيابة العامة على نفس وتيرة عملها وبقيت مجندة لإعطاء التعليمات والتوجيهات المناسبة للضابطة القضائية والصهر طبقا للقانون على تنفيذ مقاصد السياسة الجنائية ببلادنا، في مقدمتها حماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع. ولقد حرصنا تبعا لكل مرحلة على حدة من مراحل حالة الطوارئ ببلادنا على تأمين الخدمات الضرورية التي يستوجبها ضمان استمرارية عمل النيابة العامة وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين ووضع رهن إشارتهم قنوات للاتصال عن بعد لتقديم شكاياتهم والحصول على أي معلومات أو إرشادات لمعرفة مآل القضايا المعروضة على المحكمة، وكذا معالجة محاضر الضابطة القضائية وإعطائها التعليمات اليومية المناسبة، بالإضافة إلى الحرص على تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة التي أتى بها المنصوب المتعلق بحالة الطوارئ الصحية والعمل على تنزيل فحوى جميع الدوريات والمناشر الواردة علينا لنفس الغاية. لقد آلينا على أنفسنا مضاعفة الجهود بغية تجويد عمل النيابة العامة قضاء وإدارة، وحتى يتأتى لنا بلوغ نتائج مرجوة، فقد حرصنا على حسن تأطير السادة قضاة النيابة العامة والموظفين، وكذا إعطاء ضباط الشرطة القضائية التوجيهات التي من شأنها الارتقاء بعملهم. غايتنا في ذلك السير بمرافق القضاء في هذه الدائرة إلى الأفضل، والعمل على إرساء قواعد قضاء نزيه ومستقيم، حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك وكل الوافدين على هذه المحكمة لاستيفاء حقوقهم. وفيما يلي إحصائيات نشاط النيابة العامة في الدائرة القضائية لهذه المحكمة: محكمة استئناف، المحكمة الابتدائية بمارون، المحكمة الابتدائية ببيوش. ولا داعي لسرد جميع المعطيات، وإنما أكتفي بالنسبة المئوية فقط ربحا للوقت. بالنسبة لمحكمة الاستئناف بمارون، المحاضر الكربوسية 100%، المحاضر العادية 99%، الشكايات العادية 98%، شكايات المعتقلين 98%، شكايات العنف ضد الأطفال 100%، شكايات العنف ضد النساء 100%، شكايات محاضر العنف ضد الأطفال 100%، محاضر العنف ضد النساء 100%، شكايات ضد من لهم صفة امتياز قضائي 100%، شكايات ضد المحامين 91%، شكايات ضد العدول 91%، شكايات ضد الخبراء 100%. شكاية ضد المفوضين القضائيين 100%، شكاية ضد الموثقين 100%، القضايا الزوجية المحالة على محكمة النقد 100%، العفو والإفراج مقيد بشروط 86%، مراسلة وزارية 100%، مراسلة مع رئاسة النيابة العامة 100%، الانتدابات الوطنية الواردة 100%، الانتدابات المدنية الدولية 100%، المجموع 99%. بالنسبة للمحكمة الابتدائية بمارون، أكتفي بسرد النسبة المئوية فقط. شكايات عادية 84.06%، شكايات إهمال الأسرة 87.70%، شكايات معتقلين 85.33%، شكايات الشيك بدون رصيد
99.74%، شكاية ضد المحامي 83.33%، شكاية ضد العدول 66.66%، شكاية ضد الخبراء 91.42%، شكاية ضد الوفود القضائيين 60%، شكاية ضد الموثقين صفر، لأنه لم تسجل أي شكاية ضد الموثقين. شكاية عنف ضد الأطفال 82.64%، شكاية عنف ضد النساء 86.41%، المحاضر العادية 99.75%، محاضر المحاضر التنفسية 99.58%، محاضر عنف ضد الأطفال 98.63%، محاضر العنف ضد النساء 96.70%، وأكتفي بهذا القدر وأقول بأن النسبة المئوية للمحكمة الابتدائية في إنجاز نشاطها وهو 95.69%. المحكمة الابتدائية للدرج سأكتفي كذلك بسرد النسبة المئوية فقط. المحاضر التنفسية 96%، الشكاية العادية 82%، المحاضر العادية 97%، شكاية المعتقلين 84%، شكاية عنف ضد الأطفال 90%، شكاية عنف ضد النساء 70%، محاضر عنف ضد الأطفال 90%، محاضر عنف ضد النساء 93%، شكاية ضد المحامين ليس لديهم شكاية، شكاية ضد الامتياز القضائي ليس لديهم شكاية، شكاية ضد العدول 100%، شكاية ضد الخبراء 100%، شكاية ضد المفوض القضائيين 100%، شكاية ضد الموثقين صفر، شكاية ضد شكاية تنفيذ العقوبة الحبسية 100%، قضايا متعلقة بالنقد 100% إلى آخره، والنسبة المئوية لإنجاز نشاطها في إنجاز نشاطها هو 97%. أيها الحضور الكريم، نتمنى بعون الله وتوفيقه أن تكون السنة القضائية الجديدة سنة يمن وخير وبركة، وأن يكلل فيها عمل السادة القضاة والموظفين رئاسة ونيابة بالنجاح في مواجهة الإكراهات الناتجة عن تفشيها الوباء، والتي تحول دون تصريف القضايا في وقت مناسب وأداء الخدمات المنوطة بهم بالجودة المطلوبة وبعزيمة أقوى، حتى يدرك الجميع أن شعار القضاء في خدمة المواطن شعار حقيقي لا شعار زائد، مكتوب على لوحات معلقة في بهو المحكمة وفي قاعات الجلسات لتسجيل جدرانها. وقد احتفظنا بنفس برنامج السنة القضائية 2021 لهذه السنة إن شاء الله تعالى، وهو على الشكل التالي: أولاً، العمل على تقليص أجلات إنجاز محاضر الشكايات حتى لا يتعدى أجل إنجاز الشكايات 15 يوما من يوم تسجيلها إلى يوم إعطائها الاتجاه القانوني المناسب، وإنجاز محاضر خلال 10 أيام وإعطائها الاتجاه القانوني داخل 24 ساعة. ثانيا، تتبع عمل الضابط القضائي بعقد اجتماعات مع ضباط الشرطة والدرك الملكي بصفة دورية، وتكثيف التواصل معهم وحثهم على إنجاز ما هو مطلوب منهم في الوقت المناسب والعمل بوتيرة الأسرى. ثالثا، العمل على تقليص عدد المعتقلين احتياطيا على ذمة التحقيق بتفعيل مسطرة التجميع والإحالة المباشرة على غرفة الجنايات على غرار السنة القضائية المنصرمة. رابعا، إيجاد حلول لبعض الإشكاليات المطروحة التي من شأنها عرقلة تجهيز الملفات. خامسا، توفير إمكانية لإيواء السجناء المقرر إيداعهم لمستشفيات أمراض العقلية بهذه المستشفيات. سادسا، السهر على تجهيز ملفات مزمنة لمختلف الشعب في الميدان الزجري، وذلك بتبليغ الاستدعاءات عن طريق الضابط القضائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، سيرا على ما قمنا به خلال السنة القضائية المنصرمة. وفي الأخير، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى السيد الرئيس الأول المتشبع بروح التعاون والانسجام مع النيابة العامة، وقد ساد ذلك معاً. وأتوجه بالشكر إلى السادة المستشارين على المجهودات التي بذلوها خلال السنة القضائية المنصرمة،
رغم الظروف الاستثنائية التي ما زالت تعيشها بلادنا، وقد أخذت هذه المجهودات الحمد لله إلى الإنتاج الجيد الذي عرض السيد الرئيس الأول قبل قليل. كما أنوه بالسادة الضغطية للعمل الاستئنافية بدوره التنويه المستحق على الأداء الجيد والمساهمة الفعالة في الرفع من مستوى نشاط المدير العام، وقد بذلوا ما في وسعهم لإنجاز أشغالهم في الوقت المناسب من قبيل دراسة المحاضر والشكايات وإعطائها الاتجاه القانوني السليم وتحرير الملتمسات والمشكلات والقيام بإجراءات إدارية وتصفية المحاضر المزمنة للانتقال إلى مصالح الشرطة والدرك بصفة دورية لحثهم على إنجاز ما هو مطلوب منهم دون تأخير، ويستحقون على ذلك عن جدارة الإشادة والتنويه. الشكر والامتنان موصولاً كذلك إلى جميع عناصر الشرطة وعلى رأسهم السيد رئيس المنطقة الأمنية وجميع أفراد الدرك الملكي وعلى رأسهم السيد العقيد الجهوي على التزامهم التام مع النيابة العامة واحترامهم الشديد لها وعلى المجهود التي يبذلونها لإنجاز ما هو مطلوب منهم في وقت وجيز رغم بعض الإكراهات التي يعانون منها من قبيل نقص الحال في عدد الأفراد العاملين والإمكانيات المادية الموضوعة على إشارتهم لتنفيذ مهامهم فضلاً على ارتباطهم بأشغال كثيرة أخرى. وبالتالي فإن مساهمتهم لتألق النيابة العامة الاستئنافية والابتدائية كانت فعالة وناجحة ولا يمكن تجاهلها. ونتقدم بالشكر كذلك إلى عناصر مراقبة التراب الوطني وعلى رأس السيد مدير مراقبة التراب الوطني على ما يبذلونه من مجهودات ملموسة في تفكيك عدد من شبكات المخدرات والهجرة السرية والاهتداء إلى المنظمين والمطورين فيها والقبض عليهم وتوفير معلومات كافية لعناصر الفرقة الوطنية والشرطة القضائية للقبض على كثير من المطاردين المبحوث عنهم في جرائم خطيرة. كما أتوجه بالشكر إلى السيدين رئيس المحكمة الابتدائية رئيسي المحكمة الابتدائية بالناظر الدريوش ووكيلي الملك بها والسادة القضاة والنواب وكيل الملك على مجهوداتهم التي أثمرت نتائج مشرفة كما أسلم. ولا يفوتني أن أنوّر السادة موظفي الدائرة القضائية لهذه المحكمة بصفة عامة وموظفي هذه النيابة العامة بصفة خاصة على الخدمات التي أسدوها وعلى تفانيهم في عملهم لوضع النيابة العامة دائما في مرتبة مشرفة. ونشكر كذلك هيئة الدفاع وعلى رأسها السيد النقيب على روح التعاون السائد بينها وبين قضاة النيابة العامة وموظفيها. ونجدد شكرنا لكل الذين حضروا معنا في هذه الجلسة الرسمية على تلبية الدعوة. وفي الختام ندعو الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه سبحانه وتعالى ولما فيه خير خدمة الصالح العام حتى نكون جميعا عند حسن ظن القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله وعند حسن ظن كل الوافدين على هذه المحكمة لاستيفاء حقوقهم. وندعو الله أن يحفظ جلالة الملك ويقر عينه بولي عهد الأمير الجليل مولاي الحسن وسمو الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد أسرة الملكية. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء القسط ولا يجزمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ونلتمس من السيد الرئيس الأول الإعلان الآن عن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2020 كما نطلب من السيد كاتب الضبط تدوين كلما راج في هذه الجلسة للرجوع إليه عند الحاجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرسل وكيل عام الملك باسم جهاز الملك وكيل قدم القانون أعلن عن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022 الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف والنظر. أمر كاتب الضبط بتحرير كل المراجع بهذه الجلسة الرسمية للمحضرين القادمين إلى الرجوع إليه عند الحاجة. رفعت الجزء حضور كريم الرجاء عدم مغادرة القاعة لحضور مراسيم تسليم لسان مالكي. إذن هذا لسان معرفش بأن السيد الله يستوى على الموظف محمد بن كبير بعيدة محمد بن بعيدة.